السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شاميات؟ كله بخير إن شاء الله. معكم الدكتور إبراهيم سلام، هكون معاكم في الجزء الخاص بالبايوكيمستري في مديول ريسبيريشن إن شاء الله، وإن شاء الله هنشرح برضو جزء الفسيولوجي بإذن الله بعد البايو. نبدأ أول حاجة بالبايوكيمستري، هو جزء سهل ومش هياخد إن شاء الله أكتر من محاضرتين. أتمنى تركز معايا عشان ما يبقاش في وقت ان انت تذاكره اصلا، يبقى سمعته وقراته وخلاص ما تذاكروش بقى تاني، عشان هو ان شاء الله جزء سهل. نبدا اول حاجه بشابتر 1 اللي هو البايو انرجيتكس. يعني ايه بايو انرجيتكس؟ بايو يعني حيوي، وانرجيتكس يعني طاقه، يعني الطاقه الحيويه. طيب في بعض الكتب بتكتب لها اسم تاني، او بيبقى مكتوب في بعض الاماكن باسم تاني اسمها الثيرمو دايناميك. ثيرمو يعني حراره، ودايناميك يعني حركيه الحراره او حركيه الطاقه الموجوده في جسمنا. وديت بتشرح افضل من البايو انرجيتكس. يعني ايه معنى البايو انرجيتكس دوت؟ البايو انرجيتكس دوت معناه بس مش معناه طاقه حيويه بس، او معناه الطاقه الموجوده في الجسم بس، لا ده معناها ان ازاي صنعت الطاقه ديت، او الحراره اللي جوه الجسم، او الطاقه اللي جوه الجسم ازاي قدرت انا اصنعها، وازاي قدرت انا انقلها، وازاي قدرت كمان ان انا استخدمها. يبقى البايو انرجيتكس دهيت او الثيرمو دايناميك معناه ايه؟ ازاي صنعت الطاقه، وازاي نقلتها، وازاي استخدمتها. طيب ما واحد شاطر يقول لي طب ما يعني ما هي انرجي برضو يعني طاقه، صح؟ مش انرجي يعني طاقه؟ اقول لك اه صح، انرجي يعني طاقه، ولكن طاقه الانرجي المقصود بها القدره على بذل الشغل، يعني it is the capacity to do work. فلما نيجي نقارن ما بين البايو انرجيتكس والانرجي، هتقول البايو انرجيتكس دي تصنيع ونقل واستهلاك الطاقه، اما الانرجي فهي استهلاك او استخدام الطاقه فقط. يبقى تاني احنا بدأنا في شابتر 1 اللي هو البايو انرجيتكس، وقلنا يعني ايه بايو انرجيتكس؟ ديت استخدام او استهلاك وتصنيع ونقل الطاقة الموجودة في جسمنا. فيبقى الديفينيشن it is the transfers and utilizations of energy in biological systems، اللي هي energy transductions. يعني ايه energy transduction؟ يعني تصنيع ونقل الطاقة. يبقى تاني بايو انرجيتكس معناه ايه؟ transfer and utilization of energy. طيب utilization بس of energy او العمل شغل بس، ديت هنسميها ايه؟ هنسميها energy. يبقى دلوقتي عندنا بايو انرجيتكس وعندنا energy، دول two definitions. بعد كده ايه انواع الطاقة الموجودة في جسمنا؟ جسمنا فيه نوعين من الطاقة، طاقة اسمها الهيت انرجي، وطاقة تانية اسمها الفري انرجي. الهيت انرجي ببساطة كده احنا في جسمنا عندنا نوعين من الطاقة، طاقة بتبقى مسؤولة على انها تمد الاجهزة الموجودة في جسمنا اللي هي بالبنزين، اللي هي تديها طاقة عشان تشتغل. انت مثلا عندك الهارت، الهارت شغال باستمرار، هو القلب حضرتك هيقف ازاي؟ القلب شغال باستمرار، الليفر شغال باستمرار، البرين شغال باستمرار، كل الاجهزة اللي في جسمنا ديت شغالة باستمرار. طيب دولت محتاجين طاقة ومحتاجين بنزين عشان يشغلهم، صح؟ يبقى الحاجات ديت محتاجة حاجة تشغلها، او محتاجة وقود يشغلها. الوقود اللي بيشغلها ده هو اسمه الفري انرجي. وفي نفس الوقت جسمنا محتاج حراره تدفيه. انت حضرتك ساعات بيبقى درجه حراره الجو او في الشتاء توصل لدرجه حراره 5 او 2، وجسمنا عايز يحافظ على درجه حرارته ثابته اللي هي من 36.5 ل 34.2. طيب ازاي جسمنا هيقدر يحافظ على حرارته الثابته ديت؟ من خلال الهيت انرجي. يبقى احنا دلوقتي عندي جوه جسمي نوعين، طاقة بتستخدم كوقود للأجهزة بتاعتي، وديت مهمة جدا عشان أنت من غيرها مش هتقدر تتحرك، ولا تقدر تروح ولا تيجي ولا تعمل أي حاجة، ديت اسمها الفري انرجي. وعندنا نوع تاني اسمه الهيت انرجي، وده مسؤول على انه يحافظ على درجه حراره جسمك، ومسؤول عن التدفئه. يبقى تاني يعني ايه بقى الهيت انرجي؟ ديت الانرجي ريكوايرد تو مينتين بادي تمبريتشر، ديت الطاقه او المسؤوله عن انها تحافظ على درجه حراره الجسم. طيب والفري انرجي؟ قلنا الفري انرجي ديت اللي بتستخدم في الجسم كوقود للاجهزه المختلفه في جسمنا. يعني الليفر محتاج طاقه، الطاقه اللي هتروح للليفر عشان يقوم بشغل ده اسمها ايه؟ اسمها فري انرجي. البرين محتاج طاقه، الطاقه اللي هتروح للبرين ده هوت عشان يقوم بشغله اسمها ايه؟ اسمها الفري انرجي. يبقى الفري انرجي it is the energy required to perform a work، اللي هي الطاقه اللي انت بتستخدمها عشان تقدر تقوم بالوظائف المختلفه، او الاجهزه بتاعتنا تقدر تقوم بالوظائف المختلفه بتاعتها. يبقى دلوقتي التايبز اوف انرجي، يا اما هيت انرجي يا اما فري انرجي. الهيت انرجي ديت مسؤوله عن الميتابول تمبريتشر، الفري انرجي ديت مسؤوله عن انها تروح للاجهزه المختلفه من جسمنا، والاجهزه المختلفه من جسمنا ديت تقدر تعمل الشغل بتاعها بواسطه الفري انرجي دي. في حاجة بسيطة، اللي احنا دلوقتي لو جبنا مثلا احنا بناكل بروتين، تمام يا شباب؟ لما بناكل بروتين او خليها مثلا فات، بناكل دهون، لما انت اكلت حتة دهن
جزء من الطاقة لما اتحللت وحصل لها اللي هي كاتابوليزم، اللي هي اتكسرت في جسمنا وتحولت لطاقة، جزء من الطاقة دهيت بيكون في صورة هيت انرجي، في صورة حرارة عشان نحافظ على درجة حرارة الجسم، وجزء منها تاني بيروح في صورة فري انرجي، اللي هو زي ما نعرف ان شاء الله ازاي، اللي هي الفري انرجي دهيت اللي هي الطاقة اللي بتروح او الوقود اللي بيروح للأجهزة المختلفة عشان تحافظ على الشغل بتاعتها وتقدر تقوم بالشغل بتاعتها. طيب جينا برضو قمنا جايبين الحته الدهن دهيت وقمنا حارقينها بره الجسم، جيت حطيتها على البوتاجاز وقمت حارق الحته الدهن دي، الحراره اللي جواها تطلع في صوره هيت انرجي ولا فري انرجي؟ طبعا هتروح في صوره هيت انرجي، مش هتروح في صوره فري انرجي. هو في اجهزه بره الجسم عشان تروح الحته الفات ديت تتحول الى طاقه او اي تي بي وتروح تشغلها؟ لا طبعا، مفيش حاجه بره الجسم بتعمل كده، مفيش حاجه بره الجسم بتستخدم الاي تي بي كده او بتستخدم الانرجي كده، ولكن هي هتفقد في صوره حراره. يبقى بيقول لك هنا معلومه اللي هي ان فيترو. يعني ايه ان فيترو؟ يعني بره الجسم، يعني لو انت قاعد في المعمل وبتعمل تجربه وجيت حرقت حته دهن او اي مركب، احنا خدنا الدهن ده كمثال اللي هي الفات كمثال، وجيت حرقتها، كل الطاقه او الحراره اللي هتفقد من حته الدهن ديت هتفقد في صوره هيت، هتفقد عشان تحافظ على درجه الحراره اللي حواليك، درجه حراره الغرفه. لكن لو انت اكلت حته الدهن دهيت فانت جزء منها هيبقى في صوره الهيت انرجي وجزء منها هيبقى في صوره الفري انرجي. طيب جوه الجسم ده اسمها ايه؟ اسمها ان فيفو، اما بره الجسم اسمها ايه؟ اسمها ان فيترو. تمام يا شباب؟ طيب الفري انرجي ده بتقاس بايه؟ يعني انت مثلا اكيد معظمنا عارف الفري انرجي ده بتقاس بايه؟ انت لما بتروح تشوف دكتور تغذيه او مثلا بتعمل ريجيم وكده، فالدكتور بيقول لك انت تاكل مثلا 10 كالوري في اليوم او 10 كالوري في الوقت ده مثلا، اللي هو مثلا انت بتستهلك في اليوم 1200 كالوريز، فانت المفروض تاكل 1000 كالوريز، واللي هي بتاعت التغذيه دي. الكالوريز دي هي بقى هي وحده قياس الفري انرجي، يعني لما يجي يقول لك انت بتاكل كذا طاقه او كذا وحده طاقه هتقيسها بايه؟ هيقول لك الدكتور هيقول لك كلها في صوره ايه؟ كلها في صوره كالوريز. عشان كده الوحده قياس الفري انرجي هي الكالوري. طيب يعني ايه بقى كالوري؟ الكالوري it is the amount of energy required to rise 1 gram of water by 1 degree. يعني ديت الطاقة أو كمية الطاقة اللي أنا عايزها عشان أرفع درجة حرارة المية درجة واحدة بس مئوية، من درجة حرارة 15 لدرجة حرارة 16. يبقى لو جيت دلوقتي جبت درجة حرارة ورفعت بيها، أو جبت طاقة ورفعت بيها المية من درجة حرارة واحدة بس من درجة 15 لدرجة 16، يبقى دي أنت كده استهلكت 1 كالوري، وده تعريف الكالوريز. بعد كده احنا عندنا المركبات او المكونات الغذائيه الرئيسيه اللي هي الكربوهيدرات والفات والبروتين، بيطلعوا طاقه قد ايه؟ معلومه حضرتك اللي انت اكتر حاجه بتطلع طاقه او بتطلع حراره اللي هي الفات، الفات بيطلع 9 كيلو كالوري، اما الكربوهيدرات بيطلع 4 والبروتين برضه بيطلع 4، مش تفرق كتير 4 من 4 1 من 10. يبقى احنا عندنا دلوقتي الفري انرجي بتتقاس بايه؟ بتتقاس بالكالوري. طيب الكربوهيدرات بيطلع لنا كام كالوري؟ 4 كالوري. الفات بيطلع لنا كام كالوري؟ 9 كالوري. البروتين بيطلع كام كالوري؟ 4 كالوري. عشان كده الناس اللي بيعملوا ريجيم هتلاقي الدكتور بيقلل لهم جامد او بيحرم عليهم اللي هم ياكلوا الفات. ليه؟ عشان الفات بيطلع طاقه عاليه جدا وبيطلع وفيه كالوريز عاليه جدا، يعني لو كل 2 جرام فات فهو هيطلع كام كالوري؟ 18 كالوري. فهو لو كل فات كتير هيطلع كالوري كتير، فمش هنقدر ان احنا نقلل الكالوريز دهيت عشان يعمل يوتيلايزيشن اوف ذا فات من اللي هي الموجوده في البادي. يبقى تاني احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في فيلتر 1 اللي هو البايو انرجيتكس، وقلنا يعني ايه بايو انرجيتكس؟ ديت يعني تصنيع ونقل واستهلاك الطاقه جوه الجسم. طيب يعني ايه انرجي؟ لا ده ديت القدره على بذل الشغل، ده استهلاك او استخدام الطاقه بس، مالناش دعوه بقى بالتصنيع ولا دعوه بالنقل ولا الكلام ده. طيب بعد كده تايبز اوف انرجي، ايه انواع الانرجي جوه جسمنا؟ عندنا نوعين، نوع بيحافظ على درجه حراره الجسم الهيت انرجي، ونوع تاني بيحافظ على او بيساعد الاجهزه اللي في جسمنا عشان تقوم بوظيفتها، وده اسمه الفري انرجي. طيب الفري انرجي دي بتتقاس بالايه؟ بتتقاس بالكالوري. طيب هو يعني ايه اصلا كالوري؟ الكالوري دي از اماونت اوف انرجي ريكوايرد تو رايز 1 جرام اوف ووتر باي 1 ديجري، من 15 ل 16 درجه. طيب الكربوهيدرات فيه كام كالوري؟ فيه 4. الفات فيه كام كالوري؟ فيه 9. البروتين فيه كام كالوري؟ فيه 4 كالوري. كده تبقى انت خلصت التايب اوف انرجي اللي بتنتج في جوه جسمنا. في تعريف عندنا حاجه اسمها الدلتا جي. الدلتا جي دلتا يعني تغير، اي ما تشوف دلتا في اي مكان فهو معناها تغير. طيب يعني ايه بقى الدلتا جي؟ ديت تشينج اوف فري انرجي، يعني التغير في الفري انرجي. طيب هو يعني ايه اصلا جي؟ يعني جي دي اختصار لايه؟ جي ده اختصار لجيبس، العالم اللي كان بيعمل تجارب على الانرجي وعلى الطاقه والكلام ده، كان اسمه العالم جيبس.
فهي اتسمت على اسمه باسمها دلتا جي اختصارا للعالم جيبس. تمام يا شباب؟ وطيب لما اجي اقول لك عرف لي الدلتا جي هتقول لي it is change of free energy، ده تغير في الفري انرجي. طيب بشرط لازم تكون التمبريتشر ثابته والبريشر ثابت، يبقى تاني الدلتا جي ايه؟ الدلتا جي دهيت هي التشينج اوف فري انرجي، بشرط ان تكون الحراره ثابته والبريشر ثابت. طيب وهنستفاد ايه بالدلتا جي؟ والله هنستفاد ان بالدلتا جي دهيت اللي هي هتحدد لي اتجاه التفاعل، يعني التفاعل جاي من المتفاعلات رايح للنواتج، ولا جاي من النواتج رايح متفاعلات، ولا رايح من المتفاعلات للنواتج والعكس، يعني رايح جاي زي ما هنعرف دلوقتي حالا ان شاء الله. يبقى دلوقتي انا عايزك تعرف اللي هي يعني ايه دلتا جي، يعني التغير في الفري انرجي، بشرط اللي هو يكون التمبريتشر ثابته والبريشر ثابت. ليه؟ لان التمبريتشر والبريشر بيأثروا لي على التفاعل، بيأثروا لي على اتجاه التفاعل، بيأثروا لي على درجه الحراره. طيب بعد كده فاحنا عندنا فايده الدلتا جي بتحدد لي الدايركشن اوف الرياكشن. يبقى بعد كده ناخد الفري انرجي تشينج اللي هي الدلتا جي بتتغير ازاي ويبقى اتجاهها ازاي. عندنا الدلتا جي او الفري انرجي دلتا جي او التغير في الفري انرجي بيبقى على ثلاث اشكال. الشكل الاولاني ان هو يكون نيجاتيف دلتا جي، بوزيتيف دلتا جي، وزيرو دلتا جي. واحده واحده كده. يعني ايه نيجاتيف دلتا جي؟ نيجاتيف يعني التفاعل دوت فقد طاقه، ودلتا جي يعني التغير في الفري انرجي، ديت معروفه. طيب ناخد مثال عشان نبقى فاهمين يعني ايه الجزء دوت. احنا عندنا ده دي كده، عندنا المتفاعلات اللي هي ايه، وعندنا النواتج اللي هي بي، متفاعلات اللي هي A فيها الفري انرجي بتاعتها 15، وعندنا بي الفري انرجي بتاعتها 10. فايه اللي حصل؟ المركب A ده هو قام طلع قام اتحول الى مركب تاني اللي هو المركب B، ولكن فوجئنا ان المركب B المفروض يطلع لي طاقه 15، لان انا بدخل متفاعلات الطاقه بتاعتها 15، المفروض يطلع لي متفاعل نواتج اللي يكون الانرجي جواها او الفري انرجي جواها الطاقه اللي جواها 15، لقيته طلع لي مركب جواه الطاقه بتاعته 10. طيب فاضل خمسه، راحوا فين الخمسه دولت؟ قال لك ما هم طلعوا في صوره انرجي، في صوره طاقه. طيب الطاقه طلعت ديت هتبقى قد ايه؟ هتبقى خمسه. طيب خمسه موجب ولا اللي هي بوزيتيف يعني ولا نيجاتيف؟ قال لك هو احنا فقدنا حراره ولا اكتسبنا حراره؟ لا انا هنا فقدت حراره، المركب ده كان جواه 15 فقد حراره ومركب وتحول لمركب تاني، يبقى هنسميها نيجاتيف 5. يبقى الدلتا جي التغير في دلتا جي في التفاعل ده هو فهو نيجاتيف. ليه نيجاتيف؟ لاننا فقدنا حراره، فقدنا حراره. طيب نيجي تاني للمثال التاني دهوت، انا عندي المركب A وعندي المركب B، مركب A دهوت اللي هو المتفاعلات ومركب B اللي هو النواتج. مركب B لقينا الفري انرجي بتاعته 15، طيب والمركب A لقينا الفري انرجي بتاعته 10، تقول لي حلو ما احول بقى ال B ل A، ما هي دي 15 عاليه هي والديت A 10، وكده كده المركب بيروح من الفري انرجي للو انرجي، من المكان اللي فيه طاقه عاليه للمكان اللي فيه طاقه قليله. هقول لك ازاي يحصل الكلام دوت. ازاي يحصل؟ اللي انا مثلا عندي حته بروتين حولتها الى كذا امينو اسيد، عايز بقى ارجع الامينو اسيد لحته بروتين زي ما هي. ازاي يعني؟ مثلا يقول لك ازاي مثلا تجيب ورقه تقطعها وبعد ما تقطعها تقول لي ارجعها تاني زي ما هي؟ لازم هتستخدم حاجات تانيه، لازم تستخدم عوامل من بره اللي هي اللزق. يبقى فاهمين الحته ديت؟ يبقى مش هينفع ان التفاعل يتحرك من بي لاي، لازم تكون تضيف حاجات للتفاعل دهوت عشان يقدر يحول لي البي مركب بي الى المركب A. طيب ايه الحاجات اللي هتضيفها؟ منها حراره، هتضيف حاجات تانية بس اهم حاجه اللي انت هتضيفها هنا الحراره. يبقى التفاعل دهوت فقط حراره ولا اكتسب حراره؟ لا التفاعل ده اكتسب حراره عشان الدلتا جي هتبقى بوزيتيف، هتبقى موجب. طيب الدلتا جي الموجب دهيت ليه موجب؟ عشان التفاعل اكتسب حراره. اكتسب حراره قد ايه؟ برضه هنطرح ونشوف اكتسب حراره اللي محتاجها قد ايه. يبقى تاني احنا عندنا اللي هو التشينجز في الفري انرجي او الدلتا جي. دلتا جي لا اما نيجاتيف لا اما بوزيتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني التفاعل فقط حراره. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني التفاعل اكتسب حراره. طيب هنا المتفاعلات درجه الفري انرجي بتاعتها اعلى من النواتج، طيب وهنا المتفاعلات الفري انرجي بتاعتها اقل من النواتج. ديت اول حاجه كده. وفي عندنا نوع تالت اللي هو الزيرو. يبقى تاني نرجع للكتاب، احنا عندنا الفري انرجي على تلات اشكال، اول حاجه ان هي نيجاتيف دلتا جي، بوزيتيف دلتا جي، واللي هي زيرو دلتا جي. النيجاتيف دلتا جي يعني التفاعل فقد حراره، لوس اوف انرجي رقم واحد. رقم اثنين ان انا عندي المتفاعلات جواها فري انرجي اكتر من النواتج، يبقى دلتا جي اوف رياكتنت از مور ذان دلتا جي اوف برودكت. رقم ثلاثه ان التفاعل ده هو بيتم اسبونتون وصلي، اللي هو ايه؟ اللي هو بيتحرك من
اتجاه المتفاعلات لاتجاه النواتج من غير اي حاجه من بره، مش عايز اي عامل حفاز ولا محتاج اي حاجه من بره. التفاعل لما قلناه قلنا اللي هو بيطلع حراره، يعني ايه بيطلع حراره؟ يعني اكسوجينيك، اكسوجينيك يعني بيخرج حراره بره، يعني بيفقد حراره، وده بيحصل في الكتابوليك. زي ما احنا قلنا ان انا عندي حته بروتين، الحته البروتين دهيت قمت مكسرها، كسرتها الى امينو اسيد صغيره، بقت البروتين دهيت بقت اللي هي الرياكتنت، والامينو اسيدز دهيت بقت اسمها البرودكت. تمام. طيب هو تحويل الامينو اسيد الى تحويل البروتين الى امينو اسيد استهلك طاقه؟ لا، ولكنه فقط طاقه، عشان كده هنسميها نيجاتيف دلتا جي. يبقى اي تفاعل في جسمنا كاتابوليك، يعني ايه كاتابوليك؟ يعني بيتكسر من مركب كبير الى مركب صغير، فده هيبقى نيجاتيف دلتا جي. بعد كده عندنا البوزيتيف دلتا جي. يعني ايه البوزيتيف دلتا جي؟ بوزيتيف دلتا جي يعني اكتسبت طاقه، وده هتحصل امتى؟ لما تكون المتفاعلات الفري انرجي بتاعتها اقل من النواتج، وده هيكتسب طاقه فهيبقى اسمه اندروجينيك. اندروجينيك يعني اكتسب طاقه. التفاعل ده هو يا شباب اللي هو البوزيتيف دلتا جي مش هيتم، اظبطوا نفسك، مش هيتم ابدا لوحده، لازم عامل حفاز من بره، وقلنا اهم عامل حفاز هنحطه مين؟ اللي هو الطاقه. تمام. بعد كده في عندنا الدلتا جي زيرو او الزيرو دلتا جي، وده ان المتفاعلات تكون الفري انرجي جواها زي الفري انرجي بتاعت النواتج. طيب والتفاعل ده هو لما تيجي تطرح الدلتا جي من هنا الدلتا جي من هنا تطلع زيرو، عشان كده سميناها زيرو دلتا جي. وهنعمل بيبقى التفاعل دوت ريفرسبل، يعني رايح جاي، يعني المتفاعلات تحول النواتج، النواتج تتحول تاني متفاعلات، المتفاعلات تحول تاني نواتج، النواتج تحول تاني متفاعلات، وتنهيها في حلقه مفرغه عمالين يتحولوا لبعض. طيب بعد كده قبل ما نخش على جزء جديد، احنا خدنا ايه يا شباب؟ احنا خدنا البايو انرجيتكس اللي هو شابتر 1، وقلنا يعني ايه بايو انرجيتكس؟ بايو يعني حيوي، وانرجيتكس يعني طاقه، وقلنا ديت ترانسفير اند يوتيلايزيشن اوف ذا انرجي، وقلنا الانرجي ديت كاباسيتي تو ذا وورد، التايب اوف انرجي يا اما هيت انرجي يا اما فري انرجي. يعني ايه هيت انرجي وفري انرجي؟ هيت انرجي يعني جوايا او الجسم بيستخدم شويه طاقه عشان يحافظ على درجه حراره الجسم، اما فري انرجي فدي الوقود للاجهزه المختلفه من الجسم عشان تقدر تؤدي الشغل بتاعها. اليونتس اوف ذا فري انرجي، اقيس الفري انرجي بايه؟ قال لك بالكالوريز. طيب يعني ايه اصلا كالوري؟ يعني ديت ذا اماونت اوف انرجي ريكوايرد تو رايز 1 جرام اوف ووتر باي 1 ديجري، اللي هي درجه الطاقه او كميه الطاقه اللي انا هستخدمها عشان ارفع درجه حراره الميه قد ايه؟ ميه 1 جرام من ايه؟ من كام لكام؟ درجه حراره واحده من 15 ل 16 سيليزيوس. 1 جرام كربوهيدرات بيطلع لي 4 كالوري، 1 جرام من الفات بيطلع لي 9 كالوري، 1 جرام من البروتين بيطلع لي 4 كالوري. يعني ايه الدلتا جي؟ الدلتا جي ديت التشنج في الفري انرجي، بشرط لازم تكون التمبريشر ثابته والبريشر ثابت. الفري انرجي التشنج تغير في الفري انرجي، فاحنا عندنا النيجاتيف دلتا جي، البوزيتيف دلتا جي، والدلتا جي زيرو او الزيرو دلتا جي. النيجاتيف دلتا جي يعني ايه؟ يعني نيجاتيف، اكتب لي جنبها فقط حراره، يبقى لوس اوف انرجي، فقط حراره. وده هتحصل ازاي؟ ان المتفاعلات تكون الحراره بتاعتها او الطاقه بتاعتها اعلى من النواتج، وده طالما هيفقد حراره يعني هيفقدها للمحيط الخارجي، يمكن هنسميه اكسروجينيك. والتفاعل ده هو بيتم اسبونتنوسلي، يعني مش محتاج اي عامل حفاز من بره، وده بيحصل في الكاتابوليكس رياكشنز اللي هي عمليه التكسير، زي مثلا نحول البروتين الى امينو اسيدز او احول الفات الى فاتي اسيدز والمركبات التانيه. بوزيتيف دلتا جي، بوزيتيف دلتا جي دوت معناه ان انا اكتسبت طاقه، جين اوف جين اوف انرجي، اكتسبت طاقه، عشان كده سميناه اندروجينيك، يعني دخل طاقه جواه اندروجينيك. والتفاعل دوت هيبقى موجود امتى؟ هيكون لما المتفاعلات تكون درجه حرارتها او الطاقه بتاعتها اقل من طاقه النواتج، وده بيتم عمره ما يتم اسبونتنوس، لازم عوامل حفازه. الدلتا جي زيرو او الزيرو دلتا جي ده درجه الطاقه الموجوده في النواتج زي الطاقه الموجوده في المتفاعلات، لو طرحتهم من بعض هيطلع لنا زيرو، عشان كده اسمها زيرو دلتا جي. والتفاعل ده هو بيبقى ايكوبريم، بيبقى في حاله ثبات، بيتحرك ريفرسبل من المتفاعلات للنواتج ومن النواتج للمتفاعلات، وتانيه كده على طول. طيب دلوقتي انا عندي مركب متخزن جواه طاقه، الطاقه متخزنه جوه المركب ده بتبقى متخزنه في الكيميكال بوندز، متخزنه في الروابط بتاعته. ففي عندي روابط فيها طاقه عاليه، وفي عندي روابط جواها طاقه قليله، عشان كده هنقسم الكيميكال بوندز الى نوعين، نوع لو كسرته طلع لي طاقه عاليه، ونوع لو كسرته طلع لي طاقه قليله. طيب يعني ايه برضو طاقه عاليه وطاقه قليله؟ يعني كام؟ يعني اعلى من كام واقل من كام؟ قال لك والله لو اني كسرت بوند، لو انا عندي رابطه كيميائيه قمت رايح مكسرها، قامت طلعت لي طاقه اقل من 7.3 كيلو كالوري بير مول، ديت هسميها لو انرجي بوند. وعلى نفس المثال اللي هي الهاي انرجي بوند، لو انا عندي مركب قمت رايح مكسر البوند بتاعته اللي هي الكيميكال بوند بتاعته، قامت مطلعه لي طاقه طلعتها ديت كانت اكتر من 7.3 كيلو كالوري بير مول،
فديت هتبقى هاي انرجي بوند. طيب في عندي ايه المركبات بقى اللي بتديني لو انرجي، اللي بيبقى موجود فيها لو انرجي بوند وبالتالي هتطلع لي طاقه قليله، وايه المركبات اللي فيها هاي انرجي بوند وبالتالي هتطلع لي طاقه عاليه؟ المركبات اللي هي لو انرجي بوند اللي فيها لو انرجي بوند وهتطلع لي طاقه قليله اقل من 7.3 كيلو كالوري هي الحاجات اللي موجوده في الاكل. ايه الحاجات اللي موجوده في الاكل؟ البروتين. هو انا عندي البروتين دلوقتي لما اكسره هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه بيبتايد بوند، الرابطه اللي موجوده جوه البروتين اسمها البيبتايد بوند، والرابطه اللي موجوده جوه الكربوهيدرات اسمها جلوكوسايد بوند، والرابطه اللي موجوده جوه الليبر اسمها استر بوند. اي مركب من التلاته ده هم كسرت البوند بتاعته دي هتطلع لي لو انرجي، طاقه اقل من 7.3 كيلو كالوري. ركزوا يا شباب الكلام ده بيجي ام سي كيو كتير، يجي يقول لك مثلا البيبتايد بوند او بروتين ديت لو انرجي بوند ولا هاي انرجي بوند؟ لا ديت لو انرجي بوند. ليه لو انرجي بوند؟ عشان لما اكسرها ان شاء الله هتطلع لي طاقه اقل من 7.3 كيلو كالوري بير مول. طيب في حاجه بسيطه اللي احنا بنرمز لها بالستريت لاين، يعني لما بتيجي ترسمها، لما تيجي ترسمها فانت بترسم لي الستريت لاين، يعني شرطه كده اهوت ستريت، شرطه مش متعرجه ولا حاجه، ديت معناها ان الرابطه ديت لما ان شاء الله هتتكسر هتطلع لي طاقه قليله له انرجي بوند. طيب الهاي انرجي بوند، الهاي انرجي بوند فديت قلناها اللي هي الرابطه الكيميائيه اللي لما هتتكسر هتطلع لي طاقه عاليه اكتر من 7.3 كيلو كالوري. طيب وديت بتتمثل بالكيرفد لاينز، اللي انت بترسم لي لاين كده هو كيرف، ديت معناه ان انت المركب اللي قدامي اللي هوت فيه هاي انرجي بوند. عايزك تعرف معايا اللي ايه المركبات اللي بتطلع لي طاقه عاليه. المركبات اللي بتطلع لي طاقه عاليه اللي فيها فوسفيت. يعني ايه اللي فيها فوسفيت؟ هندرس دلوقتي ان شاء الله مركب اسمه الاي تي بي، اللي هو ايه الاي تي بي؟ اللي هو الادينوزين تراي فوسفيت. الاي تي بي ده هوت لما بيبقى موجود فيه 3 فوسفيت، هو من اسمه اسمه ادينوزين تراي فوسفيت. ادينوزين عشان فيه مركب اسمه ادينين، والاوزين دهيت الاوز دهيت عشان فيه ريبوز، تراي يعني 3، فوسفيت يعني فيه 3 فوسفاتات. طيب الثلاث فوسفاتات هم يا شباب هنا هم في المركب اهوت، الثلاث فوسفات هم ما بين كل واحده والثانيه، ما بين الفوسفاتيه والفوسفاتيه الثانيه بوند، في رابطه اهي ما بين الفوسفاتيه والفوسفاتيه ديت في بوند. يبقى انا دلوقتي عندي كام بوند؟ عندي 2 بوند، ادي بوند اهيت وبوند اهيت. يعني البوند ده هي بقى اسمها اللي هي البايروفوسفيت بوند اوف اي تي بي، ديت البايروفوسفيت بوندز بتاعت الاي تي بي، ديت لما اكسرها هتطلع لي طاقه عاليه. عندي فيه مركب برضه اسمه الكرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت ده هو بيبقى موجود برضه في فوسفيت، وفي في حاجه اسمها جواه اسمها كرياتين فوسفيت بوند، ديت الرابطه اللي ما بين الكرياتين والفوسفيت. الرابطه دهيت لو انا كسرتها هتطلع لي طاقه عاليه، عشان كده هسميناها هاي انرجي بوند. اخر مثال معانا اللي هو سايو استر بوند في الاستايل كو اي. الاستايل كو اي مركب الاستايل كو اي فيه برضه رابطه كيميائيه اسمها سايو استر بوند. سايو استر بوند دهيت لما هاجي اكسرها طلع طاقه عاليه. يبقى انا دلوقتي عشان تبقى عارف الهاي انرجي بوند، هاي انرجي بوند هم ثلاث حاجات، الثلاث حاجات ده هم فيهم فوسفيت وواحده ما فيهاش فوسفيت. الحاجتين اللي فيهم فوسفيت اللي هم الاي تي بي وده هنشرحها ان شاء الله كمان شويه، والكرياتين فوسفيت وده برضه فيها الفوسفيت. وتالت مثال معانا اللي هو سايو استر بوند ان اصلكوا ايه وده ما فيهوش فوسفيت. يبقى تاني احنا عندنا، احنا لما بنتكلم في ايه؟ ستورج اوف انرجي اللي هو تخزين الطاقه. تخزين الطاقه بيتم من خلال ان انا بخزن الطاقه دي جوه جوه الروابط الكيميائيه. طيب الكيميكال بوند دهيت بتبقى بتقسم الى نوعين، نوع بيطلع لي طاقه قليله ونوع بيطلع لي طاقه عاليه. طيب قليله اقل من كام؟ قليله اقل من 7.3، وعاليه اعلى من كام؟ اعلى برضو من 7.3 كيلو كالوري بير مول. طيب ايه المركبات اللي بتطلع لي طاقه قليله؟ المركبات اللي بتطلع لي طاقه قليله هم ثلاثه الموجودين في الاكل، اللي هم البروتين والجلايكوجين والليبن، او البروتين والكربوهيدرات والليبن. البروتين الرابطه اللي جواه اسمها ايه؟ بيبتايد بوند. طيب والكربوهيدرات الرابطه اللي جواه اسمها ايه؟ جلوكوسايد بوند. الليبن الرابطه اللي جواه اسمها ايه؟ اسمها الاستر بوند. بعد كده عندنا الهاي انرجي بوند. هاي انرجي بوند ديت الروابط الكيميائيه اللي بتتكسر هتطلع طاقه اعلى من 7.3 كيلو كالوري. طيب ودي بتترمز ليها بكيرفد لاين، ودوت موجودين فين؟ اللي هي الهاي انرجي بوند دي موجوده فين؟ موجوده في الفوسفيت وموجوده في السايو استر بوند بتاعت الاسالكو ايه. في المثال الفوسفيت اللي هو ايه؟ اللي هو اشهر مثال اللي هو الاي تي بي، الادونيزين تراي فوسفيت. تاني حاجه اللي هو الكرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت بوند او الرابطه اللي هي ما بين الكرياتين والفوسفيت ديت موجوده في المركب ايه؟ اكيد موجوده في المركب الكرياتين فوسفيت. اخر مثال اللي هو الاسالكو ايه؟ فيه بوند اسمها سايو استر بوند. تمام يا شباب، بعد كده ندخل على عنوان تاني اللي هو الادينوزين تراي فوسفيت. الادينوزين تراي فوسفيت ده هو ده من اسمه ادينوزين، بتركب من ادينوزين او بتركب من الادينين والريبوز والتراي فوسفيت. التراي اللي هو 3 فوسفيت يعني 3 فوسفاتات، يعني المركب ده بيتكون من الادينين وسكرايه اللي هي اسمها ريبوز و3 فوسفاتات.
اول حاجه يعني ايه الاي تي بي او الديفينيشن بتاع الاي تي بي؟ ات از ذا ستور هاوس اوف انرجي فور سيلز ات هاز تو هاي انرجي فوسفيت بوندز اون هيدروليسيس ايتش ريليز اوف 7.5 كيلو كالوري. يبقى دلوقتي انا عندي الديفينيشن بتاع الادينوزين تراي فوسفيت يعني ايه؟ دلوقتي انا عندي الخليه انتجت طاقه وهي مش محتاجه الطاقه دلوقتي، هتعمل فيها ايه؟ هتخزنها. طيب ولما تخزنها هتخزنها بصوره ايه؟ هتخزنها بصوره اي تي بي ادينوزين تراي فوسفيت. طيب هو دلوقتي احتاجت الطاقه دي هتعمل ايه؟ هتقوم رايحه مكسره الادينوزين تراي فوسفيت دوت، مكسره البيروفوسفيت بوندز اللي هي الرابطه الفوسفاتيه الموجوده في الاي تي بي. طيب ولما اكسر الرابطه الفوسفاتيه الموجوده في الاي تي بي هيطلع لي طاقه. طيب الطاقه اللي هتطلع دي هتطلع قد ايه؟ تطلع اكتر من 7.3 ولا اقل من 7.3؟ تطلع 7 اكتر من 7.3 اللي هو تقريبا 7.5 كيلو كالوري لكل رابطه واحده هتتكسر، يعني رابطتين مع بعض هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 15 كيلو كالوري. طيب الاستراكشر بتاعنا يا شباب بيتكون من ايه؟ بيتكون من ادينين اللي هي دهيت ورابطه مربوطه بالريبوز وثلاثه فوسفيت مولكيول، ادي واحده وادي اثنين وادي ثالثه، ما بين الفوسفيت دي والفوسفيت ديت في باير فوسفيت بوند، وبين الفوسفيت ديت والفوسفيت ديت الباير فوسفيت بوند. طبعا ديت مش باير فوسفيت بوند لانها ما بين الفوسفيت وما بين الريبوز، فديت مش رابطه باير فوسفيت. الباير فوسفيت يعني لازم تكون ما بين فوسفاتيه وفوسفاتيه ثانيه. طيب الفانكشن بتاعت الاي تي بي، الفانكشن بتاعت الاي تي بي ديت بيخزن لي الطاقه جوه الجسم زي ما احنا قلنا، ديت ات از ذا هاوس اوف انرجي، يعني ديت اللي المكان اللي بتخزن فيه الطاقه جوه الخليه. طيب وانا بخزن طاقه جوه الخليه ليه؟ عشان استهلكها. طيب وتستهلكها في ايه؟ الاستهلاك بتاعك ده هيكون اكتب لي جنبها بالعربي كده، نستخدم الاي تي بي عشان اكبر وافكر واكل واتحرك، عشان اكبر وافكر واكل واتحرك. تكبر يعني انابوليك رياكشن، انابوليك رياكشن يعني جسمك يتبني، يعني لما تاكل بروتين مثلا او تاكل كربوهيدرات او تاكل فات ايا كان المركب انت بتاكله، فده بيدخل جوه الجسم ويبدا يكون لي الخلايا ويبدا يكون لي الابيثيليا ويبدا يكون لي الهير ويبدا يكون لي المسلز ويبدا يكون لي البون، فده بيبني الجسم. ده بناء الجسم ده هو اسمه انابوليك رياكشنز، يعني التفاعلات اللي انا بستخدمها عشان جسمي يتبني. يبقى دي اول حاجه انا بستخدم الاي تي بي ليه؟ بستخدم الاي تي بي عشان اكبر وافكر واكل واتحرك، عشان اكبر قلنا خلاص اللي هي انابوليك رياكشن. ثاني حاجه عشان افكر اللي هي النيرف كوندكشن، التوصيل اللي هي التوصيل الامبلس اللي هي الاشاره العصبيه خلال الاعصاب، ده هو بيستخدم عشان تفكر، يبقى ديت النيرف كوندكشن. ثالث حاجه عشان تاكل اللي هو ابسوربشنز اوف كربوهيدرات اند امينو اسيدز، واخر حاجه عشان اتحرك اللي هي المسل كونتراكشن اللي هي حركه المسلز عشان تقدر تتحرك. يبقى تاني احنا عندنا اول حاجه فانكشنز اوف الاي تي بي. ايه الفانكشنز اوف الاي تي بي؟ قلنا احنا عندنا ثلاث محاور. اول حاجه السورس اوف انرجي، قلنا السورس اوف انرجي ده هو اللي بتخزن طاقه جوه الخليه عشان اربع حاجات. ايه الاربع حاجات ده؟ هم عشان اكبر وافكر واكل واتحرك، عشان تكبر يعني ايه اللي تكبر؟ يبقى انابوليك رياكشن، عشان افكر يعني ايه تفكر نيرف كوندكشن، عشان اكل يعني الابسوربشنز اوف كربوهيدرات اند امينو اسيدز، وثالث واخر حاجه اللي هي اتحرك اللي هي المسل كونتراكشن. تاني وظيفه للاي تي بي غير اللي هو بيخزن له طاقه اللي هو كان ترانسفيرز الفوسفيت جروب. بمعنى يا شباب دلوقتي انت مثلا في واحد صاحبك جاي يدخل الكليه بتاعتك، وهو عشان يدخل الكليه بتاعتك لازم يبقى معاه كارنيه، فهو معهوش كارنيه لانه هو من جامعه ثانيه. فانت بتعمل ايه؟ فانت بتدي له الكارنيه بتاعك وبتقول له خش انت، وخش انت بيه، والعامل او اللي هو الامن مش هياخد باله من صوره الكارنيه، تمام؟ نفس الفكره بتحصل، اللي هو انا عندي جلوكوز 6 فوسفيت، جلوكوز 6 فوسفيت دوت او عندي الجلوكوز، الجلوكوز دوت عايز يتحرك جوه الخليه، عايز مثلا يتحرك، عايز يدخل جوه الميتوكوندريا، هو موجود في السيتوبلازم وعايز يدخل جوه الميتوكوندريا ومش عارف يدخل، طيب عايز ادخله او عايز ادخله في اي تفاعل وهو مش عارف يدخل، انا مش عايز جلوكوز، اي تفاعل يقول لك انا مش عايز جلوكوز، امال عايز ايه؟ يقول لك انا عايز جلوكوز 6 فوسفيت. يعني ايه جلوكوز 6 فوسفيت؟ يعني انا عايز الجلوكوز ماسك فيه فوسفاتيه. طيب هتعمل ايه؟ يقوم الاي تي بي يفكر يقول لك اعمل ايه؟ طيب الجلوكوز اهم مني، يقوم رايح فاكك اي تي بي منه او فاكك فوسفاتيه منه ومديها للجلوكوز. طيب تاني انا عندي مركب اسمه جلوكوز، الجلوكوز دوت عايز يتحرك يروح جوه مكان، المكان اللي عايز يروحه دوت مش هيعديه الا لما يكون معاه فوسفاتيه، طبعا الجلوكوز ماهوش فوسفيت، طب هيجيب الفوسفاتيه منين؟ مين اللي هيديله فوسفاتيه؟ اللي هيديله فوسفاتيه هو الاي تي بي. طب هو الاي تي بي فيه فوسفيت؟ اه طبعا ده فيه ثلاثه، يبقى هيديله واحده، هيدي لمين؟ هيدي الجلوكوز واحده، عشان كده الجلوكوز هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه جلوكوز 6 فوسفيت. يعني ايه 6؟ مش معناها اللي هو بقى فيه 6 فوسفاتات، لا ده هو معناها ان الفوسفاتيه مسكت في الكربونايه رقم 6 في الجلوكوز.
طيب واحد يقول لي طب والاي تي بي هيبقى ايه؟ ما هو فقط فوسفاتايه. ما هو كان اسمه ايه يا شباب؟ كان اسمه ادينوزين تراي فوسفيت، تراي عشان كان فيه 3 فوسفاتات، دلوقتي بقى فيه 2 فوسفات بس، عشان كده اسميه ايه؟ ادينوزين داي فوسفيت، ادينوزين داي فوسفيت. يبقى دي يا شباب الوظيفه الثانيه للاي تي بي. هي ايه الوظيفه الاولانيه؟ اللي هو بيخزن لي طاقه. طيب الوظيفه الثانيه اللي هو ترانسفير الفوسفيت جروب، بينقلها للمركبات الثانيه اللي محتاجه فوسفات عشان تقدر تتحرك جوه السيلز، جوه الخلايا. تالت حاجه اللي هو بيصنع لي سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. ايه السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت دوت؟ الادينوزين مونوفوسفيت من اسمه ادينوزين اللي هو جواه ادينين ورايبوز، مونو يعني واحده فوسفيت، يعني ده هو المركب اللي هو زي الاي تي بي بالظبط، بس بدل ما يبقى فيه 3 فوسفاتات لا ده بقى فيه فوسفاتايه واحده. طب وده هستخدمه في ايه؟ يقول لك ات از يوزد از سكند ماسنجر. يعني ايه سكند ماسنجر؟ ان دلوقتي في الدم هرمونات، الهرمونات دي عايزه تدخل جوه الخليه. تدخل ازاي؟ لازم حد يفتح لها الباب، او اللي هيفتح لها الباب ده هو السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت هو اللي هيفتح الباب للهرمونات. يبقى مهم ولا مش مهم؟ مهم طبعا، لانه لو ما فتحش الباب الهرمونات مش هتعرف تدخل الخليه ومش هتعرف تشتغل. يبقى تاني احنا عندنا ايه الفانكشنز اوف ذا اي تي بي؟ فانكشن اوف اي تي بي سورس اوف انرجي. ليه بتخزن طاقه جوه الجسم؟ اول حاجه عشان ابني جسمي، او قلناها الاول عشان نحفظها، قلنا اكبر وافكر واكل واتحرك. تكبر اللي هو انابوليك رياكشن، تفكر اللي هو النيرف كوندكشن اللي هو تاكل اللي هي الابسوربشنز اوف ذا كربوهيدرات والامينو اسيد، واخر حاجه اللي هي اتحرك اللي هي المسل كونتراكشن. بعد كده الوظيفه الثانيه غير السورس اوف انرجي اللي هو بيقدر ينقل الفوسفاتايه من جواه هو، من هو جواه 3 فوسفاتايه، بينقل واحده منه للمركبات الثانيه، زي مثلا الجلوكوز بيحولها لجلوكوز 6 فوسفيت. طيب والاي تي بي هتحول الى ايه؟ هتحول الى ادينوزين داي فوسفيت. ثالث حاجه وظيفه اللي هو الاي تي بي بيتحول الى سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. يعني ايه سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت؟ يعني دوت اكتيف ادينوزين مونوفوسفيت. الاكتيف ادينوزين مونوفوسفيت دوت ليه ايه وظيفته؟ يوزد از او اكت از سكند ماسنجر، يفتح لي الباب للهرمونات الموجوده في الدم. بعد كده فعندنا حاجه اسمها اي تي بي اللي هي الادينوزين تراي فوسفيت، ادينوزين داي فوسفيت سايكل. يعني ايه؟ بص معايا على الرسمه دي كده، احنا عندنا جوه الخليه اي تي بي. الاي تي بي اللي جوه الخليه دهوت يعني معناه ان الطاقه مخزنه، معناه ان الخليه مخزنه طاقه جواها. طيب انا عايز، مش محتاج طاقه دلوقتي، انا الطاقه اللي جواها مش عايزها دلوقتي. الخليه هتعمل ايه؟ هتحول الاي تي بي دهوت الى مركب تاني مش طاقه، عشان الجسم يستفاد منه باي حاجه تانيه. المركب اللي هتقدر الاي تي بي تتحول دهوت اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ادينوزين داي فوسفيت. طيب ازاي بقى احول الاي تي بي الى ادينوزين داي فوسفيت؟ سهل، اخد منه الفوسفاتايه. طيب اخد منه الفوسفاتايه ازاي؟ اللي انت تضيف ميه. يبقى دلوقتي انا عايز احول الاي تي بي الى ادينوزين داي فوسفيت وفوسفاتايه لوحدها، اعمل ايه؟ قال لك ضيف ميه. طيب عايز اعمل العكس، عايز احول ادينوزين داي فوسفيت الى ادينوزين تراي فوسفيت، قال لك حط فوسفاتايه. طيب وبعدين قال لك هي هتطلع الميه اللي احنا كنا حاطينها من هنا وتحول الى اي تي بي. يبقى تاني ايه الاي تي بي؟ اي تي بي سايكل ديت ديت الحلقه اللي بيتم فيها تكوين الاي تي بي او تحويل الاي تي بي الى ادينوزين داي فوسفيت، والعكس تحويل الادينوزين داي فوسفيت الى ادينوزين تراي فوسفيت. ده بيتم امتى؟ بيتم على حسب انت محتاج طاقه ولا مش محتاج طاقه. لو محتاج طاقه فالادينوزين داي فوسفيت هتحول الى ادينوزين تراي فوسفيت. طيب مش محتاج طاقه فالادينوزين تراي فوسفيت هتحول الى ادينوزين داي فوسفيت. تمام. طيب بعد كده الليفل اوف اي تي بي اور انرجي كولكشن اللي هو ايه؟ انا عايز اجيب الاي تي بي دهيت. ما هي الاي تي بي طلعت حلوه، الاي تي بي طلعت حلوه ولا وحشه يا شباب؟ الاي تي بي طلعت حلوه، ده بتخزن لي الطاقه جوه الجسم عشان اكبر وافكر واكل واتحرك. تاني حاجه اللي هي بتنقل لي الفوسفاتايه المركبات اللي هي محتاجاها. تالت حاجه اللي هي بتعمل لي فورميشن اوف سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت اللي هو سكند ماسنجر، صح؟ يبقى الاي تي بي كويس. طيب اجيب اي تي بي منين يا شباب؟ يعني اروح فين اشتري اي تي بي ده؟ الاي تي بي دهوت عشان اشتريه في عندي طريقين. الطريق الاولاني اللي هو السبستريت ليفل فوسفوريليشن. يعني ايه؟ في تفاعلات بتتم في جسمنا بتطلع لي طاقه، التفاعلات اللي بتطلع لي طاقه دهيت هتطلع لي اي تي بي. الطريق الثاني اللي هو هيحصل سبيشال كده فورم او سبيشال رياكشن اسمه اوكسيديشن فوسفوريليشن، اللي هو ده اهم جزء في المديول بتاعنا دوت، او في مديول البايو، او الجزء البايو في مديول الريسبيريشن. ده اهم جزء اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين او الاكسيديشن فوسفوريليشن، وده هناخد الجزء منه النهارده ان شاء الله وجزء المحاضره الجايه باذن الله. تمام. اما دلوقتي انا عايز طاقه، اجيب الطاقه دهيت منين؟ اول طريق اللي انت تعمل حاجه اسمها سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يعني ايه سبستريت؟ يعني شوف لي التفاعلات اللي بتتم في الجسم، شوف انهي تفاعل بيطلع طاقه وروح هات الطاقه منه، روح هات الاي تي بي منه. تاني طريق اللي هو اوكسيديشن فوسفوليشن، ده طريق بيصنع لي طاقه مخصوص، هو ده اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله من المره الجايه، او هناخد جزء منه المره دي وهنكمله المره الجايه. نتكلم الاول على سبستريت ليفل فوسفوليشن، ايه المركبات اللي بتطلع لي او التفاعلات اللي بتتم في جسمي وبتطلع لي طاقه؟
عندنا اول حاجه اللي هو الجلايكوليسيس. طبعا احنا خدنا قبل كده مديول الماسكو سكليتال، عرفنا ازاي بنعمل جلايكوليسيس. الجلايكوليسيس ده كنا عشان نكسر الجلوكوز وبنحوله الى البيروفيت وممكن نحوله الى اللاكتيت. تمام، كنا عشان نحول الجلايكوليسيس الى البيروفيت او اللاكتيت على حسب فيه اكسجين ولا مفيش اكسجين، فكنا بنطلع بنستهلك طاقه في الاول، بعد كده بنطلع طاقه. زي مثلا لو تفتكر هو ديت عمليه الجلايكوليسيس، احنا هنا كان نحول الجلوكوز الى البيروفيت في الاخر هنا كده، او اللاكتات على حسب فيه اكسجين ولا مفيش اكسجين. طبعا احنا خدنا الكلام ده خلاص مالناش دعوه بيه، اللي انا عايزك تعرفه بس اللي احنا كنا في الاول هنا بنستهلك طاقه مالناش دعوه برضه، هنا بس كنا بنطلع طاقه. اهي الاي تي بي اهيت هي بتطلع طاقه، والاي تي بي اهيت هي بتطلع طاقه، وخلي بالك اللي كنا هنا بنطلع الناد اتش، وبرضه خلي بالك هنتكلم يعني ايه الناد اتش بس المحاضره الجايه باذن الله. يبقى تاني انا عندي ايه التفاعلات اللي بتطلع لي اي تي بي؟ خدنا اول واحد اللي هو الجلايكوليسيس بيطلع لي اي تي بي اهوت، وبيطلع لي اي تي بي اهوت. يبقى فعلا انا عندي الجلايكوليسيس، عمليه الجلايكوليسيس اللي هي تكسير الجلوكوز او تحويله الى بيروفيت اور لاكتيت، دي كانت بتطلع لي طاقه. طيب عندي فين؟ قال لك عنده الفوسفوجلسيريك كايناز وعندي البيروفيت كايناز زي ما هو باين في الصوره هنا كده. عندنا الاهوت اللي هي هنا فوسفوجلسيريك كايناز، كنا عشان نحول ال 1 اند 3 بالفوسفوجلسيرات عشان نحوله الى 3 فوسفوجلسيرات، كنا بنحط المركب اللي هو الفوسفوجلسيريك كايناز وكان بيطلع عليه طاقه هنا. طيب مين تاني كان بيطلع عليه طاقه؟ اللي هو الفوسفونول بيروفيت، عشان نحوله الى بيروفيت كنا بنحط بيروفيت كايناز، البيروفيت كايناز هو كان بيطلع لي اي تي بي برضه. يبقى احنا دلوقتي عندنا اول تفاعل بيطلع لي طاقه هو الجلايكوليسيس بيطلع لي اي تي بي. عن امتى بيطلع لي اي تي بي؟ لا، في اثناء التحولات لما كنا بنستخدم الفوسفوجليسيريك كايناز واثناء استخدام البيروفيت كايناز. طيب بعد كده في عندنا رقم 2 اللي هي سيتريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل، ده الاسم الاشهر ليها اللي هي الكريبس سايكل. طبعا الكريبس سايكل ديت كريبس كبيره او تفاعلات رياكشن كبير، عايزك تعرف بس اللي هو اثناء السكسينيك سايوكايناز ده كان بيطلع لي اي تي بي. شوف لو كان فيها رسمه هنا، فيها رسمه هي نشوفها برضو عشان عندنا السكسينات، عندنا السكسينات كو ايه اهوت، عندنا السكسينات هنا هنا اهوت هي بتطلع اي تي بي اهي. يبقى ده هو التفاعل ده الكريبس كريبس سايكل او تريكربوكسيليك اسيد سايكل، اللي هي بتحول اثناء تحويل السكسينات كو ايه الى سكسينات كانت بتطلع لي طاقه اللي هي الاي تي بي. تمام يا شباب، اخر حاجه الكرياتين فوسفوكايناز، وكرياتين فوسفوكايناز ده مركب او انزيم كان بيحول لي الكرياتين فوسفات الى كرياتين، يعني خد فوسفاتايه لو تاخد بالك، ما هو خد بيحول الكرياتين فوسفات الى كرياتين، يعني الكرياتين فوسفات فقط ايه؟ فقط فوسفاتايه. يقوم الكرياتين فوسفوكايناز واخد الفوسفاتايه وحاططها على الادينوزين داي فوسفات ومطلع لي اي تي بي. يبقى هو فعلا صنع لي اي تي بي. يبقى ازاي صنع اي تي بي جوه الجسم؟ عندنا عندنا طريقين اساسيين، اللي هو اول حاجه اللي هي شوف التفاعلات اللي بتتم في الجسم بتطلع لي اي تي بي. الطريق الثاني اللي هو صنع الاي تي بي مخصوص اللي هي عمليه اوكسيديشن فوسفوريليشن او الكترون ترانسبورت تشين. عمليه السبستريت ليفل فوسفوريليشن اللي هي بتبقى عن طريق ثلاث طرق اللي هي او عن طريق ثلاث تفاعلات اللي هي الجلايكوليسيس السيتريك اسيد سايكل الكرياتين فوسفو كايناز. قبل ما ندخل على الشابتر 2 احنا اتكلمنا على ايه في شابتر 1؟ اتكلمنا على البايونرجيتكس. يعني ايه بايونرجيتكس؟ بايو يعني طاقه، انرجيتكس بايو يعني حيوي، انرجيتكس يعني طاقه، وان دي الطاقه الحيويه او الاسم التاني اللي هي الثيرموداينامك، ودي بتستخدم اللي هي بتعرف اللي هو ازاي انا عملت طاقه وازاي نقلتها وازاي صنعتها الانرجي. لا ديت بس انت استخدمت الطاقه ازاي وخلاص، كده اسمها اتز كاباسيتي تو دو ورك تايمز اوف انرجي، لان هيت انرجي لما فري انرجي، الهيت انرجي ده عشان مينتين ذا تمبرشر، فري انرجي عشان الجسم لا يقدر يقوم بوظيفته. بعد كده في عندنا اليونتس اوف فري انرجي، وحده قياس الفري انرجي اللي هي الكالوريز. يعني ايه الكالوريز؟ ديت كميه الطاقه اللي انا محتاجها عشان ارفع 1 جرام ميه من درجه حراره 15 لدرجه حراره 16. 1 جرام كربون هيدريت بيطلع لي 4، 1 جرام فات بيطلع لي 9، 1 جرام بروتين بيطلع لي 4. دلتا جي ديت تشينج اوف فري انرجي بشرط ان هي تكون التمبريتشرز والبريشر ثابتين. الفري انرجي بيبقى على ثلاث اشكال، نيجاتيف دلتا جي، بوزيتيف دلتا جي، والزيرو دلتا جي. النيجاتيف دلتا جي المتفاعلات حرارتها طاقتها اكتر من النواتج، وده بيفقد طاقة عشان كده اسمه نيجاتيف. ويعني ايه فقد طاقة؟ يعني اللي حواليه خد طاقة اللي هي اكسروجينيك، التفاعل ده بيتم اسبونتونوسلي وديت زي كتابوليك رياكشنز. بعد كده البوزيتيف انرجي، يعني ايه بوزيتيف انرجي؟ يعني التفاعل ده اكتسب طاقة، واكتسب طاقة يعني اندروجينيك، يعني دخل جواه طاقة اللي هي اندروجينيك. وده هيتم امتى؟ لما تكون المتفاعلات ده الطاقة بتاعتها اقل من النواتج،
والتفاعل دوت ما بيتمش سبونتانسلي. الزيرو دلتا جي ده بيكون المتفاعلات فري انرجي بتاعتها زي النواتج، والتفاعل ده بيبقى ريفرسبل. ستورج اوف انرجي دي بتبقى بنخزنها في الكيميكال بوند. الكيميكال بوند على شكلين، الشكل الاولاني لو انرجي بوند، لو قصتها طلع لي طاقه قليله اقل من كام؟ اقل من 7.3. الهاي انرجي بوند دي طلع طاقه عاليه يعني اكتر من كام؟ اكتر من 7.3. ايه الحاجات اللي لو قصتها طلع لي هاي، طلع لي الهو انرجي بوند اللي هم البروتين والكربوهيدرات والليبيد. ايه الحاجات اللي قصتها طلع لي هاي انرجي بوند اللي هم الاي تي بي اللي هو عشان في 2 بايرفوسفيت بوند وكرياتين فوسفيت، عشان في كرياتين فوسفيت بوند وسايو استر بوند الموجوده في الاسايل كو اي. الادزين ترايفوسفيت قلنا تعريفه ده اللي هي الستور هاوس اوف انرجي فوسيل، ده مخزن او مكان تخزين الطاقه جوه الخليه، وده موجود فيه 2 بايرفوسفيت بوند. الاثنين بايرفوسفيت بوند لو اتكسرت لوحده هتطلع لي 7.5 كيلو كالوري. الاستراكشر بتاعه هو اسمه ادينوزين ترايفوسفيت. ادينوزين فده فيه ادينين اللي هي الاوزين ده هي اللي هي او اس ديت معناها اللي هو موجود فيه ريبوز وترايفوسفيت 3 فوسفيت. الفانكشن اول حاجه اللي هي ستورج اوف انرجي ليه بيخزن طاقه او هو ليه بيديني طاقه عشان اكبر وافكر واكل واتحرك. الاي تي بي ممكن تنقل لي الفوسفات الى مركبات انا محتاجها زي الجلوكوز، كل جلوكوز 6 فوسفات بتصنع لي سايكليك ادينوزين مونوفوسفات، لما صنع سايكليك ادينوزين مونوفوسفات اكت از سكند ماسنجرز فور ميني هرمونز، وديت الهرمونز تقدر تقوم بالوظيفه اللي هي بتعملها. الاي تي بي ادينوزين ادينوزين ديفوسفيت سايكل اللي هي ديت حلقه ما بين الاي تي بي وبين الادينوزين. بعد كده الليفل اوف اي تي بي انرجي كوليكشن، ازاي اجيب اي تي بي او ازاي اجمع اي تي بي. عايز تجمع اي تي بي روح شوف لي المتفاعلات او شو روح شوف لي التفاعلات اللي بتتم في الجسم وتطلع اي تي بي زي مين؟ زي الجلايكوليسيس في الفوسفوجليسيريك كايناز اثناء استخدام انزيم الفوسفوجليسيريك كايناز، واثناء استخدام البيروفيت كايناز كان بيطلع اي تي بي. السيتريك اسيد سايكل اللي هي ساكسونيل سايكلينز كان بيطلع لي اي تي بي. الكرياتين فوسفوكينيز كان بيطلع لي اي تي بي. تاني حاجه اللي هي الاوكسيديشن فوسفوريليشن، اللي هي الاوكسيديشن فوسفوريليشن اللي هي الكترون ترانسبورت تشين، وديت ان شاء الله دي طريق مخصوص بصناع الاي تي بي، ده هناخد جزء فيه النهارده ان شاء الله وهنكمله المحاضره الجايه. تاني حاجه تاني شابتر اللي هو الاوكسيديشن اند ريدكشنز اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها الريدوكس رياكشن. طيب قبل ما نبدا في نعرف يعني ايه الريدوكس رياكشن، نعرف الاول يعني ايه اوكسيديشن ويعني ايه ريدوكشن. ليه كلام قديم علينا؟ الريدوكشن معناها اللي هي انت اكتسبت هيدروجين او اكتسبت الكترون او فقط اكسجين. يبقى تاني الريدوكشن معناها اللي انت اكتسبت هيدروجين او اكتسبت الكترون او فقط اكسجين. طيب تاني حاجه اللي هي الاكسديشن، الاكسديشن معناه ايه؟ عكسها على طول، يعني ايه برضه؟ يعني لا اما اكتسبت اكسجين لا اما فقدت هيدروجين لا اما فقدت الكترون. يبقى تاني يعني ايه ريدكشن ويعني ايه اكسجين؟ الريدكشن يعني اكتسبت هيدروجين او اكتسبت الكترون او فقدت اكسجين. طيب الاكسديشن معناها اللي انت اكتسبت اكسجين او فقدت الكترون او فقدت هيدروجين. طيب عمليه الاكسده وعمليه الاختزال دهيات محتاجه انزيمات، ازاي؟ محتاجه انزيم يكسر اكسجين، انزيم يكسر هيدروجين، ما هو عشان هفكره ازاي؟ انا ماسك الكتاب في ايدي وعايز نفقد الكتاب، ما انت لازم تيجي تفك ايدي عشان اسيب الكتاب دوت وترميه، يبقى لازم عايز انزيم يفك ايدي اهو او عامل حفاز يفك ايدي، اهو الانزيمات دهيات هي اللي تستخدم عشان اكسر اكسجين مثلا، اضيف اكسجين، اكسر هيدروجين، اضيف هيدروجين، هي ديت الانزيمات الموجوده عندنا. الانزيمات الموجوده عندنا دهيات اسمها الاوكسيديزس والاكسجينيزس والديهيدروجينيزس والهيدرو بروكسيديزس انزيمز والسوبر اوكسايد ديسموتيز انزيمز. واحده واحده احنا عندنا اول حاجه اللي هي الاوكسيديز انزيمز. يعني ايه الاوكسيديز انزيمز؟ عايزك بس تعرف لي حاجه اللي احنا بنتكلم على الانزيمات، ما تجيش تتلخبط ما بين الاوكسيديز والاوكسجينيز والاوكسيديشن، احنا هنعرف كل واحده فيهم ان شاء الله ما بين الاوكسيديز والاوكسجينيز، لكن ما تجيش تتلخبط ما بين الاوكسيديز والاوكسيديشن او الاوكسجينيز والاوكسيديشن. عمليه الاوكسيديشن دي هي العمليه، عمليه اللي هي اكتساب اكسجين او فقد هيدروجين او فقد الكترون، لكن الانزيم اللي بيقوم بالوظيفه ده هي ذات نفسه فده اسمه الاوكسيديز او الاوكسجينيز، وهنعرف الفرق ما بين الاوكسيديز والاوكسجينيز ان شاء الله. يبقى اول مركب او اول انزيم عندنا اللي هو الاوكسيديز انزيمز. الاوكسيديز انزيمز ده هو ده انزيم بيحفز لي ان انا اشيل الهيدروجين او اشيل الالكترون، مش بس كده لا، ويروح يضيفهم على الاكسجين. يبقى تاني الاوكسيديز ده هو ليه وظيفتين، ايه الوظيفتين اللي هو بيقوم بيهم؟ الوظيفه الاولانيه اللي هو بيعمل لي ريموفال اوف هيدروجين، بيشيل لي الهيدروجين. طيب والوظيفه الثانيه اللي هو بيربط لي الهيدروجين في مركب ثاني. يبقى ده اول مركب او اول انزيم عندنا اللي هو الاوكسيديز.
تمام. طيب تاني مثال، تاني انزيم عندنا اللي هو الاكسجيناز. الاكسجيناز اللي بيعمل ايه؟ الاكسجيناز ده هو بيربط الاكسجين بس، ملهوش ده ما بيفكش حاجه. يبقى اول حاجه احنا عندنا ايه الاكسجيناز دوت شباب؟ الاكسجيناز ده هو ده بيفك الهيدروجين وبيضيفها على الاكسجين. لكن الاكسجيناز لا، الاكسجيناز ده هو بيضيف الاكسجين الى مركب تاني، ما بيفكش حاجه، هو بيضيف بس. تمام، بيربط بس. وده في منه نوعين، نوعين من الانزيمات دوت. نوع ممكن يربط لي اثنين مولكيولز اوف اكسجين، فعشان كده سماها داي اوكسجينيز. داي يعني اثنين، اوكسجينيز اللي هو اكسجين. يبقى ده الانزيم اللي بيربط لي اثنين اكسجين مع مركب ثاني. طيب مونو اوكسجينيز، مونو اوكسجينيز دوت ده الانزيم اللي بيربط لي 1 مولكيولر 1 اتوم اوف مولكيولر اكسجين، يعني ذره اكسجين واحده بيربطها لي بمركب ثاني. نبقى تاني ايه الفرق بين الاكسيداز والاكسجيناز؟ الاكسيداز ده بيفك كل الهيدروجين وبيضيف على الاكسجين، اما الاكسجين له بيضيف لي الاكسجين على مركب تاني، ما بيربطش حاجه وما بيفكش حاجه، هو بيضيف الاكسجين على المركبات التانيه. طيب بعد كده في عندي الدي هيدروجينيز. دي يعني مفيش او يزيل، هيدروجينيز يعني بيشيل الهيدروجين، يبقى ده ريموفال اوف هيدروجين. طيب واحد صح يقول لي يا دكتور ايه الفرق ما بين الدي هيدروجينيز والاكسيداز؟ ما هو ده بيشيل الهيدروجين وده بيشيل الهيدروجين، دي كاتالايز ريموفال اوف هيدروجين وده كاتالايز ريموفال اوف هيدروجين. اقول لك ركز معايا، ما احنا قلنا الاكسيداز ده بيفك الهيدروجين ويروح يضيفها على الاكسجين، اما الدي هيدروجينيز لا، هو بيفك الهيدروجين وما بيضيفهاش على الاكسجين، بيفكها ويسيبها ملوش دعوه بيها. عرفت الفرق ما بين الاكسيداز والدي هيدروجيناز؟ الاكسيداز ده بيفك الهيدروجينيه ويربطها باكسجينيه، اما الدي هيدروجيناز فهو بيفك الهيدروجينيه ومش بيربطها بحاجه. بعد كده في عندنا الهيدرو بروكسيداز انزيمز. الهيدرو بروكسيداز انزيمز دهوت يعني ايه؟ ركز معايا في الحته ديت، انا عندي المركب دهوت اسمه اللي هو الهيدرو بروكسايد. هيدرو بروكسيد ده مركب سام. ليه مركب سام؟ مركب سام عشان بيعمل لي حاجه اسمها الرص. يعني ايه الرص؟ الرص ده اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز، مش مهم تعرفها قوي، لكن تعرف ان الرص ده هو بيعمل لي كانسر. يعني ايه؟ يعني الهيدرو بروكسيد دهوت مركب ضار جدا، مركب هيضر الجسم جدا، من خلال هو يخلي الجسم يكون فيه كانسر ويكون فيه سرطانات، طبعا مركب وحش. طيب مفاجأة بقى ان المركب دوت موجود في الجسم. موجود في الجسم ازاي؟ اقول لك موجود في الجسم، يعني في تفاعلات في الجسم بتطلع لي الهيدروبروكسيد دهوت. طب وازاي احنا مش كلنا بيجينا سرطانات؟ اقول لك عشان في مركبات او في انزيمات بتخلصنا من الهيدروبروكسيد دهوت. الانزيمات دهيت ان عندنا نوعين من الانزيمات، تحت هما الاثنين تحت اسم كبير اسمه هيدروبروكسيديز. ليه اسمه هيدروبروكسيديز؟ هيدروبروكسيد عشان هو اشتغل على مركب اسمه الهيدروبروكسيد. طب فين المركب اللي اسمه هيدروبروكسيد؟ اهو اللي هو H2O2 ده اسمه الهيدروبروكسيد. يبقى اي انزيم هيشتغل على مركب الهيدروبروكسيد دهوت هيبقى اسمه هيدروبروكسيديز انزيمز. تمام. بعد كده في عندنا اخر حاجه اللي هي سوبر اوكسيد. شفت انت الهيدروبروكسيد دهوت مش شفنا احنا هو ضار قد ايه وبيحول بيعمل لي كانسر في الجسم وبتاع؟ السوبر اوكسيد دهوت اكتر ضررا منه، يعني ده لو اتراكم جوه شخص هيعمل له حاجه اسمها اكوميليشنز اوف فري راديكلز، وفري راديكلز ديت هتموت الخلايا، يعني الشخص دوت هيموت فعلا لو السوبر اوكسيد ديت اتخزنت جواه. طب وايه الحل؟ السوبر اوكسيدز اللي هو دوت رمزه شباب اللي هو الاكسجين بيبقى بالسالب. ازاي اتخلص منه؟ من خلال ان انا احط انزيم اسمه سوبر اوكسيد ديسميوتيز انزيمز. طيب السوبر اوكسيد ديسميوتيز انزيمز بيمسك لي ايه؟ بيمسك لي الكام فري راديكلز او كام فري سوبر اوكسيد مع بعض ويحط عليهم هيدروجين ويكون لي H2O2. ايه ال H2O2 دوت يا شباب؟ اللي هو الهيدرو بروكسيد. وبعدين ايه اللي هيحصل يعني؟ بعد كده لما يتكون عند الهيدرو بروكسيد يدخل بقى الهيدرو بروكسيديز انزيمز ويحوله لي الى مركبات ثانيه. يبقى كأني بقول لك اللي هو دلوقتي الجسم لقى قدامه فري راديكلز او لقى قدامه سوبر اوكسيد. لما لقى سوبر اوكسيد متخزن جواه هو قدامه حل من اثنين، لا اما يسيبه يتخزن جوه الجسم، لا اما يحوله الى مركب اقل ضررا منه. مين المركب الاقل ضررا من السوبر اوكسيد؟ هو الهيدرو بروكسيد. مش بس اقل ضررا منه، ولكن الجسم ممكن يتصرف في الهيدرو بروكسيد، ممكن يتخلص منه زي ما هنعرف ان شاء الله ازاي. فبقى عندي دلوقتي الجسم بيفكر بحكمه جدا اللي هو هيحول لي السوبر اوكسيد الى الهيدرو بروكسيد. بعد كده الهيدرو بروكسيد ده هو هيدخل عليه يشتغل انزيمات اسمها الهيدرو بروكسيديز انزيمز وتحوله لي الى ميه.
لان زي ما انت شايف كده ال H2O2 اقرب مركب ليه اللي هو مين؟ اللي هو الميه، اللي هو ممكن اشيل الاكسجينيه بس ويبقى يتحول لميه، صح؟ يبقى ده هو ديت وظيفه الهيدرو بروكسيديز انزيمز. يبقى تاني ايه الانزيمات اللي انا بستخدمها في عمليه الاكسيديشن وعمليه الريدكشن؟ اول انزيم اللي هو الاكسيديز، اكتب لي جنبه، بيفك الهيدروجين وبيربطها باكسجين. طيب رقم اثنين الاكسجينيز، اكتب لي جنبه اللي هو بيربط الاكسجين بس. دي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز ده بيفك الهيدروجين بس. الهيدرو بروكسيدز انزيمز ده انزيم شغال على الهيدرو بروكسيد. السوبر اوكسيد اسمه ده انزيمات بيشتغل على السوبر اوكسيد. تمام يا شباب؟ طيب عندنا الهيدرو بروكسيد دهوت، عندنا في منه نوعين، نوعين من الانزيمات، نوع اسمه بري اوكسيديز ونوع اسمه كاتاليز. بناء على ايه الاختلاف دهوت؟ الاختلاف ده هو بناء على البري اوكسيديز بيشتغل على واحده بس هيدرو بروكسيد، والكاتاليز بيشتغل على اثنين هيدرو بروكسيد مع بعض. طيب نشوف ازاي. انا عندي ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه هيدرو بروكسيد، وده مركب الايه ده، هي رمز لاي مركب مرتبط معاه بذرتين هيدروجين. بيقوم عامل ايه البروكسيديز انزيمز؟ بروكسيديز انزيمز بيقوم رايح فاكك الهيدروجينيه من المركب اللي هو ايه ده، بقى عندي كام هيدروجينيه؟ اثنين. طيب ما تجيب الهيدروجين ده وتضيفها على المركب الاتش 2 او 2، بقى عندي ايه؟ بقى عندي اربعه هيدروجين واثنين واثنين اكسجين. ما هو ده جزء الميه، اثنين جزيئين ميه، يعني لو بصيت في النواتج بقى عندي جزيئين ميه اللي هو اثنين هيدروجين، اثنين في اثنين باربعه، ما هو عندي اربعه هيدروجين واثنين اكسجين. يبقى تاني يا شباب عندي البروكسيديز ده هو بيعمل ايه؟ البروكسيديز ده هو بياخد الهيدروجين، اثنين هيدروجين من مركب، من اي مركب موجود في الجسم، ويضيفهم على الهيدروبروكسيد. لما اضيف على الهيدروبروكسيد هيطلع ايه؟ هيطلع لي جزيئين ميه. يبقى انا دلوقتي قدرت اتخلص من الهيدروبروكسيد اللي هو المركب الضار اللي بيتكون لي كانسر في قلب الجسم من خلال انزيم اسمه بروكسيديز انزيمز. طيب انا عندي في مركب تاني اسمه الكاتاليز انزيمز، والكاتاليز انزيمز ده بيعمل ايه؟ بيقول لك مش انا عندك اثنين اتش 2 او 2؟ تقول له اه. طيب بيقول لك يعني هما شبه الميه قوي، ايه الفرق ما بينهم وبين جزيئين الميه؟ هتقول لي لا انا اشيل جزيئين اكسجين، انا اشيل اثنين اكسجين من هنا. هيقوم بس هيقول لك انا هروح اشيل 2 اكسجين منين؟ فهيبقى 2 H2O والاكسجين، هيشيل لي 2 ويحطهم ويفصلهم على بعض، فيطلع عندي الاكسجين وميه. وعندي اخر حاجه اللي هي سوبر اوكسيد ديسموتاز، قلنا ده بيشتغل ازاي؟ سوبر اوكسيد ديسموتاز اللي هو بياخد الفري راديكالز او الاكسجين اللي جنب بعضها ويلزقهم مع بعض ويطلع لي مركب اسمه H2O2 اللي هو الهيدروبروكسيد، الهيدروبروكسيد مركب الهيدروبروكسيد. وبعد كده الهيدروبروكسيد ده هو بيدخل عليه البروكسيديز او الكاتاليز ويحوله الى ميه. يبقى خلاص يا شباب اللي هو الحته ديت في ناس كتير بتشتكي منها، مع انها سهله خالص والله. الاكسيديز معناها ان انا فكيت الهيدروجين وربطته باكسجين، الاكسجينيز ده معناها ان انا ربطت الاكسجين بمركب تاني ما فكتش حاجه، وده في منه نوعين، نوع اللي انا ربطت اثنين اكسجين بمركب او اكسجينيه واحده بمركب. يعني كده دي هيدروجينيز يعني فكيت الهيدروجين بس. الواحد يقول ايه الفرق بين الهيدروجينيز والاكسيديز؟ دي هيدروجينيز فكيت الهيدروجين بس، اما الاكسيديز فديت فكيت الهيدروجين وربطته باكسجين. بعد كده عندنا الهيدروبروكسيدز، الهيدروبروكسيديز انزيمز ده انزيمات بيشتغل على الهيدروبروكسيدز وبتحوله الى ميه. بعد كده السوبر اوكسيد ديسموتاز ده ديت انزيمات بتشتغل على الفري راديكالز او النيجاتيف اوكسجين وبتحوله لي الى، او السوبر اوكسيد ده برضو اسمها سوبر اوكسيد او اسمها فري راديكالز او نيجاتيف اكسجين وبتحولها لي الى H2O2 اللي هي الهيدروبروكسيد، من خلال ان ضفت عليهم ايه؟ سوبر اوكسيد ديسموتاز انزيمز. يبقى ديت في الاول خالص يا شباب احنا بنتكلم في شابتر 2 اللي هو الاكسديشن والريدكشن، وعرفنا يعني ايه اكسديشن وعرفنا يعني ايه ريدكشن، وقبل ما نتكلم على الريدوكس رياكشن اتكلمنا على شويه انزيمات بنستخدمها في عمليه الاكسديشن وعمليه ريدكشن. يعني ايه بقى الريدوكس رياكشن وايه علاقتها باللي احنا اتكلمنا عليه دوت؟ مش احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاكسديشن واتكلمنا عن الريدكشنز والانزيمات اللي احنا استخدمناها في عمليه الاكسديشن والريدكشن؟ في دلوقتي عندنا حاجه اسمها اللي هي الريدوكس رياكشن. الريدوكس رياكشن ديت مش حاجه صعبه، الحاجه هي اختصار لحاجتين. يعني ايه؟ يعني عندي الريد دهيت اللي هي الار اي دي ديت اختصار للريدكشن، والاو اكس ده اختصار للاكسديشن، فمعناها بسيط خالص اللي هي اي اكسديشن بيحصل معاه ريدكشن. يعني هما عمليتين مش منفصلين عن بعض، هما عمليتين مرتبطين ببعض. فلما تيجي دلوقتي تقول لي يعني ايه الريدوكس رياكشن؟ ده عمليه الاكسديشن. يعني ايه اكسديشن؟ عمليه الاكسديشن قلنا اضافه اكسجين او ازاله هيدروجين او ازاله الكترون. فقال لك عمليه الاكسديشن زي اللي هي ازاله الالكترون، لزق في الالكترون، ديت بتبقى كومبايند مرتبطه دايما بعمليه الريدكشن. ايه عمليه الريدكشن؟ اللي هي اكتساب الكترون. ناخد مثال، عندنا انا عندي الهيدروجين اهوت وعندي الاكسجين،
لو انا جيت حطيت الاكسجين على الهيدروجين يعني ايه؟ يعني ضفت اكسجين في عمليه دي اسمها عمليه ايه يا شباب؟ عمليه اكسده، يبقى اكسديشن. طيب لو انا جيت ضفت الهيدروجين على على الاكسجين دي اسمها عمليه ايه؟ اضافه هيدروجين، دي عمليه اختزال. يبقى هي فعلا عمليه الاكسده هي مصاحبه لعمليه الاكسجينيشن، يبقى عمليه الريدكشن هي زائد عمليه الاكسديشن مع بعض اسمهم ريدوكس رياكشن، اسمهم ريدوكس رياكشن. عمليه الريدوكس رياكشن دي يا شباب لما بتحصل بتطلع انرجي عاليه جدا، زي ما احنا شايفين هنا كده ال H2 زائد O2 طلع لنا ميه وانرجي طاقه عاليه جدا. فازاي هتتم جوه جسمنا؟ ازاي مثلا واحنا بنبقى قاعدين كده وفجاه لقينا انفجرنا من الطاقه اللي جت جوانا؟ لا طبعا ما بيبقاش فيه الماسيف انرجي اكسبلوجن ده، ما بيبقاش فيه انفجار نتيجه الطاقه اللي نتجت ديت. وليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلى العمليه ديت تتم جراديوال، تتم بالراحه، تتم عن طريق خطوات كتيره. لما تتم العمليه عن طريق خطوات كتيره الطاقه اللي بتنتج دهيت اقدر استهلكها في الجسم، اقدر استهلكها في جسمي. ناخد مثال دلوقتي، لو في واحد زميلك ولا قدر الله والده توفى، فانت مثلا خليته جاي كده وهو زهقان وقمت قايله في وشه والدك اتوفى ممكن يموت فيها، ممكن يغمى عليه وممكن يموت فيها. لكن لو ما تلاقيه جاي عليك كده بتقعد تهديه وتقول له انا عايز بس اقول لك على في مشكله صغيره وفي حاجه بس حصلت، بس ما تزعلش ده قضاء وقدر، وتقعد تهديه الاول وبعد كده تقول له والدك مات، ممكن يتقبل الموضوع شويه. اهو ده بالظبط اللي بيحصل. ما ينفعش ان اخد الالكترون كده هوت من الهيدروجين، او ما ينفعش اضيف الهيدروجين على الاكسجين مره واحده كده، يبقى هينتج طاقه تولع في الدنيا. لكن دلوقتي عشان يحصل التفاعل ده هوت لازم المركب السلسله دهيت او التفاعل دهوت يتم جراديوال ستيبس، في خطوات ورا بعضها مش مره واحده. جوه جسمنا ان شاء الله زي ما هنعرف بعد كده اللي هو بيتم عن طريق جراديوال ستيبس برضه، عن طريق خطوه 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 واحده عشان تنتج لي طاقه من غير ما تعمل لي دامج للجسم، من غير ما تعمل لي اكسبلوجن، من غير ما تعمل لي انفجار. الخطوات دهيت اسمها ايه؟ اسمها الكترون ترانسبورت تشين، الكترون ترانسبورت تشين يعني سلسله نقل الالكترون. هي ليه اسمها سلسله؟ لانها بتتم عن طريق جراديوال ستيبس. طيب وهي ليه بتتم عن طريق جراديوال ستيبس؟ عشان لو حصلت مره واحده هيحصل ماسيف انرجي اكسبلوجن، انفجار. تمام يا شباب؟ يبقى دلوقتي احنا بنتكلم على دوكس رياكشن. يعني ايه دوكس رياكشن؟ اللي هي عمليه الاكسديشن مصاحبه لعمليه الريدكشن. طب ازاي؟ مثال اقول لك، اللي احنا لما بنضيف الاكسجين على الهيدروجين ده اسمها اكسديشن، طب لما نضيف الهيدروجين على الاكسجين ده اسمها ريدكشن. التفاعل ده هو بينتج لي طاقه عاليه جدا، عشان كده جوه جسمنا ربنا خلقه اللي هو يتم عن طريق جراديوال ستيبس، يتم واحده واحده، يتم واحده واحده. الخطوات دي اسمها ايه؟ اسمها الكترون ترانسبورت تشين. تمام يا شباب؟ بعد كده في عندنا حاجه اسمها الريدوكس بوتنشال. يعني ايه الريدوكس بوتنشال؟ يعني القابليه للريدوكس او قابليه الاكسده والاختزال. تاني يعني ايه الريدوكس بوتنشال؟ بوتنشال يعني القابليه، يبقى ات از افينيتي قابليه المركب اللي هو يقبل الالكترون. هو ايه الالكترون ده وبيتنقل ازاي؟ برضه هنعرف ان شاء الله كمان دقيقتين بس. يبقى الريدوكس بوتنشال هي الافينيتي اوف سبستانس او اللي هي قابليه الماده اللي هي تتقبل الالكترون او اللي هي تاخد الالكترون. زي اي حاجه زي ما احنا عارفين اللي هي بتتنقل من الحاجه اللي هي بتحبها قليل لحاجه بتحبها اكتر. انت مثلا بتحب حاجه بس مش بتحبها قوي، مثلا بتحب تاكل مثلا برجر بس ما بتحبوش قوي، وبتحب تاكل بيتزا قوي، هتروح طبعا من البرجر وتروح تاكل بيتزا، دي معروفه. هي دي بالظبط الريدوكس بوتنشال اللي هي الالكترون. الالكترون هيروح من الحاجه اللي هو ما بيحبهاش قوي للحاجه اللي هو بيحبها قوي. مين اللي هو ما بيحبوش قوي؟ اقل حاجه ما بيحبهاش هي الهيدروجين، واكتر حاجه بيحبها هو الاكسجين. فدلوقتي الريدوكس بوتنشال دوت او الالكترون هيتنقل من مين لمين؟ هيتنقل من اللي هو الافينتي بتاعته او الريدوكس بوتنشال بتاعته قليله الى الريدوكس بوتنشال بتاعته عاليه او الافينتي بتاعته عاليه. من اللي الريدوكس بوتنشال بتاعته قليله اللي هو الهيدروجين، ومن الريدوكس بوتنشال بتاعته عاليه او الافينتي بتاعته عاليه اللي هو الاكسجين. تمام يا شباب؟ يبقى تاني يعني ايه ريدوكس رياكشن؟ ريدوكس رياكشن اللي هي عمليه الاكسده مصاحبه لعمليه الاختزال اللي هي الريدكشن. زي ما احنا عارفين اللي هي لو ضفنا الاكسجين على الهيدروجين دي اسمها اكسديشن، لو ضفنا الهيدروجين الى الاكسجين دي اسمها ريدكشن، وده بينتج طاقه عاليه جدا. الطاقه العاليه دهيت بتنتج لي ماسيف انرجي اكسبلوشن لو تمت مره واحده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جسمنا بيعمل خطوات دهيت في جراديوال ستيبس، خطوه واحده واحده. ليه؟ عشان ما يحصلش انفجار. والسلسله دهيت اسمها ايه؟ اسمها الكترون ترانسبورت تشين. الريدوكس بعد كده في عندنا تعريف تاني او عندنا عنوان تاني اسمه الريدوكس بوتنشال. الريدوكس بوتنشال دهيت از افينيتي اوف سبستانس الكترون اللي هي قابليه الماده او قابليه المركب اللي هو يرتبط بالالكترون. الالكترون بيتنقل من اللو بوتنشال الى الهاي بوتنشال، بيتنقل من حاجه ما بتحبوش قوي للحاجه اللي بتحبه قوي. طيب ايه اقل حاجه بتحب الالكترون او الحاجه اللي ما بتحبش الالكترون؟ اللي هي الهيدروجين. طب مين اكتر حاجه بتحب الالكترون؟ اللي هي الاكسجين. يبقى الالكترون هيتنقل من مين لمين؟ هيتنقل من الهيدروجين الى الاكسجين.
تمام يا شباب. طيب ما تزهقوش بس يا شباب، عشان بنكرر كتير، بنكرر عشان المعلومه تثبت وعشان ما تبقاش محتاج ان انت تذاكر كتير بعد ما تخلص المحاضره. فبرضه ما تسرع براحتك المحاضره، بس ما تنططش جزئيه. الجزئيه اللي احنا بنعيدها ديت برضه اسمعها تاني عشان لو في معلومه انت ما فهمتهاش من اول مره تفهمها من تاني مره. نخش على شابتر 3، نخش على شابتر 3 نراجع شابتر 2. شابتر 2 اللي هو عمليه الاكسده، اللي هي الاكسديشن وريدكشن وريدوكس رياكشن. يعني ايه اكسديشن؟ يعني ايه ريدكشن؟ الاول الريدكشن اللي هي لوس اوف اكسجين او اديشن اوف هيدروجين او جين اوف الكترون. طيب الاكسديشن دي عمليه اديشن اوف اكسجين او لوس اوف الكترون او لوس اوف هيدروجين. خدنا شويه انزيمات نستخدمها في عمليه الاكسديشن والريدكشن، اللي هي الاكسيديز والاكسجينيز والدي هيدروجينيز والهيدروبوكسايد هيدروبوكسايدز انزيمز والسوبر وسوبر اوكسيد ديسموتيز انزيمز. قلنا الريدوكس بوتنشال، الريدوكس بوتنشال دوت قلنا ده يعني ايه ريدوكس؟ الريدوكس فهي ريدكشن مع اوكسيديشن، ودول بيتموا مع بعض تمام. ودي بيتمهم ازاي؟ بيتمهم ان انا بضيف الاكسجين على الهيدروجين، فدي اسمها اوكسيديشن ودي اسمها ريدكشنز. ودي بينتج لي طاقه، الطاقه دي بتكون عاليه جدا، والطاقه العاليه دي جدا دي لو حصل بيعمل لي اكسبلوشن اللي هو انفجار. عشان كده في جوه جسمنا بيتم عن طريق جرادوال ستيبس، والجرادوال ستيبس دي اسمها الكترون ترانسبورت تشين. ريدوكس بوتنشال، ريدوكس بوتنشال ديت الافينيتي اوف سبستانس تو الكترون، ودي بتتنقل من اللو ريدوكس بوتنشال الى هاي ريدوكس بوتنشال، من اللوست الكترون افينيتي او اللوست ريدوكس بوتنشال اللي هو الهيدروجين، ومن الهايست الكترون افينيتي ده الاكسجين. بعد كده عندنا الشابتر 3 اللي هو الكترون ترانسبورت تشين. الكترون ترانسبورت تشين اللي هو كنا بنتكلم عليه، وقلنا اللي هي عمليه نقل الالكترون بتتم في خطوات اللي هي الكترون ترانسبورت تشين. طبعا تبقى عارف ان التفاعل ده هينتج لي طاقه تمام. طالما عارف ان التفاعل دوت هينتج لي طاقه ليه؟ عشان احنا قلنا عمليه نقل العمليه الريدوكس رياكشن دهيت او عمليه نقل الالكترون دهيت بتنتج لي طاقه عاليه جدا. الطاقه العاليه ده هي عاليه جدا دهيت عشان ما تاذيليش الجسم، فاحنا بنعملها في جرادوال ستيبس اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين. فانت عايزك تبقى عارف لي ان الالكترون ترانسبورت تشين دهيت بتنتج لي طاقه، دي اول حاجه تبقى عارفها. تاني حاجه يعني ايه بتنتج لي طاقه؟ يعني بتنتج لي اي تي بي، يعني هي هتبقى عمليه ايه؟ الاكسيديشن فوسفوريليشن اللي هي عمليه الالكترون ترانسبورت تشين. يعني الالكترون ترانسبورت تشين ده هي عمليه الاكسده والفوسفره اللي هي دهيت، اللي هي برضو عمليه انتاج الاي تي بي، اللي هي عمليه انتاج الاي تي بي دهيت. فديت لما هنخلصها ان شاء الله هتلاقي ان انت عندك نتج اي تي بي تمام. يبقى عمليه الالكترون ترانسبورت تشين هي ايه بقى؟ الكترون ترانسبورت تشين معناها اللي هي نقل الالكترون من خلال سلسله معينه. هنعرف ان شاء الله السلسله. طب انا عايز واحد شاطر يقول لي الالكترون هيتنقل من مين ويروح فين؟ ما احنا لسه قايلين الالكترون بيتنقل من اللو بوتنشال اللو ريدوكس بوتنشال الى الهاي ريدوكس بوتنشال. طيب هو مين اللو ريدوكس بوتنشال؟ مين اقل واحد ريدوكس بوتنشال؟ اللي هو الهيدروجين. ومين اعلى واحد في ريدوكس بوتنشال؟ اللي هو اكتر واحد بيحب الالكترون اللي هو الاكسجين. يبقى عمليه الالكترون ترانسبورت تشين ديت عمليه نقل الالكترون من الهيدروجين الى الاكسجين وهينتج لي طاقه تمام. هو ده التعريف بالظبط. يبقى تاني، يبقى يعني ايه الكترون ترانسبورت تشين؟ دي سيستم اوف الكترون كارير. يعني ايه الكترون كارير؟ هنعرف دلوقتي ان شاء الله يعني ايه الكترون كارير. دي سلسله من الالكترون كارير او سيستم اوف الكترون كارير او تشين اوف الكترون كارير، بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ترانسفير اوف الكترون فروم لو افينيتي، من اللو افينيتي اللي موجود في جسمنا اللي هو الهيدروجين الى الهاي افينيتي اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الاكسجين، وبينتج لي طاقه. خلاص يبقى السيستمز اوف الكترون كارير ويتش كاتلايز ذا ترانسفير اوف الكترون ده فروم ديفرنت فولز ان ذا بودي. طيب ديفرنت فولز دهيت بتنتهي بالاخر بالهيدروجين زي ما احنا شايفين كده، اللي هي النال اتش. عايز بس معلومه صغيره اقولها، اللي هو الهيدروجين مش هتلاقيه كده موجود كده مرمي كده اللي هو اسمه هيدروجين كده، لا هو الهيدروجين الفري اللي هو موجود لوحده بيبقى مرتبط بالناد او الفاد. الناد او الفاد ديت شيالات شايله الهيدروجين. الهيدروجين مكسح ما بيقدرش يتحرك لوحده. الهيدروجين اللي هي الهيدروجينز ايونز اللي هي البروتون مكسح ما بيقدرش يمشي لوحده، لازم تكون حاجه شايلاه حتى هو فري. الحاجه الفري دهيت اسمها، الحاجه اللي هي شايلاه هو فري اسمها ايه؟ اسمها ناد اتش او الناد. وايه تاني؟ والفاد. يبقى دلوقتي يعني ايه الكترون ترانسبورت تشين؟ يعني it is a chain which transfer of electron from هيدروجين تو اكسجين تو ريليز انرجي عشان ينتج لي طاقه تمام يا شباب. طيب في اسم تاني للالكترون ترانسبورت تشين دهيت اسمها ريسبيراتوري تشين. ليه هي الاسم ريسبيراتوري تشين؟ هي بتتم جوه اللنج. لو انت قلت اي بتتم جوه اللنج يبقى انت ما فهمتش كويس. احنا قلنا الالكترون ترانسبورت تشين دهيت او عمليه تصنيع الطاقه دهيت او عمليه انتاج الطاقه نتيجه نقل الالكترون دهيت
بتتم في كل الجسم، في كل خلايا الجسم بتتم. تمام؟ اي مكان في ميتوكوندريا، عشان هنعرف دلوقتي ان شاء الله ان مكان الالكترون ترانسبورت الشين هو الميتوكوندريا، في اي مكان في ميتوكوندريا بيعمل لي الالكترون ترانسبورت الشين. امال حيرتني معاكم، امال هي اسمها ريسبيراتري تشين ليه؟ ليه اسمها ريسبيراتري؟ ليه ما اسمهاش مثلا رينال؟ قال لك والله هي اسمها ريسبيراتري، ده اسم مجازي. ازاي؟ قال لك هو احنا مين اخر مركب نقله الالكترون؟ هو الاكسجين. قال لك خلاص احنا سميناها كده. ازاي يعني؟ قال لك مش احنا عندنا لما بنيجي نتنفس بنتنفس اكسجين؟ انه اه ناخد في الريسبيريشن ناخد اكسجين. قال لك فهي الخليه بقى كانها بتتنفس في عمليه الريسبيراتوري تشين ده عشان بينتج لها طاقه، فكده سميناها الريسبيراتوري تشين. فيعني ايه سميت الريسبيراتوري تشين؟ ليه عمليه الالكترون ترانسبورت تشين سميت الريسبيراتوري تشين؟ عشان الاند اكسبتورز اوف هيدروجين او اوف الكترون، اخر واحد بيقبل الالكترون اسمه الاكسجين. يبقى عشان اخر حاجه بتقبل الالكترون اسمها الاكسجين سميناها ريسبيراتوري تشين. طيب عمليه الريسبيراتوري تشين دي بتتم فين؟ بتتم في الميتوكوندريا. نيجي نشوف فين الميتوكوندريا ديت، ويعني ايه الميتوكوندريا. عندنا الميتوكوندريا هي يا شباب ديت الميتوكوندريا، حته بس هيستولوجي عشان تبقى فاهم. الميتوكوندريا بيبقى متكونه من ايه؟ متكونه من اوتر ممبرين، يعني جدار ناحيه بره. طيب ورقم اتنين جدار ناحيه جوه، اللي هو ادي الجدار اهوت، ادي الجدار اهوت ديت ناحيه بره، والجدار ناحيه جوه ده جدار ناحيه جوه. الجدار ناحيه بره دهوت اسمه ايه؟ اسمه اوتر ممبرين، يعني اوتر يعني اللي بره، يعني الجدار اللي بره. طيب والجدار اللي جوه دهوت اسمه ايه؟ اسمه الانر ممبرين. معلومه بس تبقى عارفها وانساها، اللي هي الجدار ناحيه جوه دهوت زي ما انت شايف كده في معرج كده وفي نتوءات. تمام؟ مش منتظم، لا ده شوف عامل ازاي، مش منتظم وعامل تعرجات كده. التعرجات ديت اسمها كريستا، بس ديت اعرفها وانساها. نخش تاني على موضوعنا، لان دلوقتي انا عندي اوتر ممبرين وعندي انر ممبرين وعندي الماتريكس اللي هي فيها ميه من جوه ديت، زي الميه من جوه ديت اسمها الماتريكس، يعني ارضيه الميتوكوندريا من جوه. يبقى دلوقتي عندي الميتوكوندريا بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاوتر ممبرين، بتتكون من الانر ممبرين، بتتكون من الماتريكس. طيب الالكترون ترانسبورت تشين بتتم فين يا شباب؟ بتتم في الميتوكوندريا. فين في الميتوكوندريا؟ ما انت خلاص كبرت دلوقتي بقى وعرفت ان الميتوكوندريا فيها اوتر ممبرين وانر ممبرين وماتريكس. هتقول الميتوكوندريا الالكترون ترانسبورت تشين بتتم فين بقى؟ بيتم في الانر ممبرين، بيتم من اهو. طيب لو قلت لك ان الانر ممبرين دوت ليه وشين، ليه وش ناحيه الماتريكس وله وش ناحيه الاوتر ممبرين، يبقى هي بتتم في انهي وش كمان؟ بتتم في الوش ناحيه الماتريكس. طيب معلومه صغيره وهنبدا نروح على كتاب تاني. في زي ما انت شايف كده في فرق في سبيس ما بين الاوتر ممبرين وما بين الانر ممبرين. السبيس دوت اسمه ايه؟ اسمه انتر ممبرينس سبيس. انتر يعني بين، ممبرينس يعني بين الجدارين، سبيس يعني ده الفراغ اللي ما بين الجدارين. تمام يا شباب؟ يبقى ناخد الحته دي الثاني. احنا عندنا الالكترون ترانسبورت تشين بتتم فين؟ بتتم في الميتوكوندريا. فين في الميتوكوندريا؟ بتتم في الانر ممبرين. فين في الانر ممبرين؟ في الوش ناحيه الماتريكس. يبقى الالكترون ترانسبورت تشين اوكيرز ان ذا انر ممبرين اوف ذا ميتوكوندريا توورد ذا ماتريكس، ناحيه الماتريكس. اتمنى يكون الدنيا سهله لحد دلوقتي يا شباب. بعد كده عندنا الكومبوت الكترون ترانسبورت تشين. زي ما احنا قلنا الالكترون ترانسبورت تشين ده هي اهم حاجه في جزء البايو، اهم حاجه في جزء في شرح البايو هي الالكترون ترانسبورت تشين. عشان كده هنشرح النهارده، هناخد بس كده شويه اساسيات فيها النهارده، وهنكملها ان شاء الله المحاضره الجايه، وهشرحها تاني المحاضره الجايه. بس لازم اقول الاساسيات دي النهارده عشان تبقى مركز معايا المحاضره الجايه كمان. احنا قلنا الديفينيشن بتاع الالكترون ترانسبورت تشين، وقلنا الريسبيراتوري تشين ليه اسمها ريسبيراتوري تشين، وقلنا السايت بتاعتها بتتم فين؟ في الانر ميتوكوندريا ميمبرين في اتجاه الماتريكس، ناحيه الماتريكس، في الجدار ناحيه الماتريكس. كومبوننت اوف الكترون ترانسبورت تشين، الالكترون ترانسبورت تشين دهيت فيها كومبوننت، فيها اماكن بيتم فيها. عشان نفهمها بس انا عايزك تثبت معلومه، المعلومه اللي انت اللي انا عايز اثبتها اول حاجه، اللي انا عايزك تعرف اللي انا عندي الفكره ايه؟ الفكره ان بنقل الهيدروجين الى اكسجين. طيب ما تحط هيدروجين على اكسجين ونخلص، ما ينفعش، لازم نعملها في جرادوال ستيب زي ما احنا قلنا عشان ما يحصلش اكسبلوجن، ما يحصلش انفجار. فهمنا كده؟ يعني دلوقتي هعمل ايه؟ هنقل الالكترون من الهيدروجين للاكسجين بس في خطوات ورا بعضها، في خطوات كتيره عشان ما يحصلش اكسبلوجن، ما يحصلش انفجار. تمام؟ تمام.
تخيل مثلا حضرتك ان انت من طنطا وعايز تروح مدينه نصر في القاهره، هتركب هتعمل ايه؟ هروح الموقف بتاع طنطا، وموقف طنطا هروح موقف اللي هو في القاهره اللي هو شبرا خيمه، ومن شبرا خيمه هروح موقف رمسيس، ومن رمسيس هركب موقف هركب من هناك عشان اروح موقف في مدينه نصر وانزل في مدينه نصر. بالظبط الكترون ترانسبورت تشين، يعني بنقل الالكترون من موقف لموقف من موقف لموقف. الموقف دهيت عندي كام موقف؟ عندي 5 موقف. طيب والعربيات اللي بتتحرك دي اسمها كاريرز. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين هستخدمهم، اول حاجه موقف، تاني حاجه عربيات. ايه الموقف؟ هم 5 كومبلكسز، ده اسمهم كومبلكسز، مركبات اسمها كومبلكسز. يبقى انا عندي 5 كومبلكسز. ايه ال5 كومبلكسز دولت؟ الموقف، وعندي موبايل كاريرز اللي هي العربيات. تمام. طيب بعد كده ايه الكومبلكسز دهيت؟ بص معايا في الرسمه، انا عندي الرسمه ديت عندي هنا ديت هي الميتوكوندريا دي يا شباب، خدنا جزء من الميتوكوندريا. عايزك تتخيل معايا اللي هنا كان الماتريكس، احنا جوه هنا الماتريكس اهوت، وهنا ده الانتر ممبرينس سبيس. يبقى ده هوت مين؟ ده الانر ممبرين، صح يا شباب؟ يبقى ده انا عندي هنا كده الماتريكس، وهنا الانر ممبرينس، الانر ممبرين، وهنا الانتر ممبرينس سبيس. انا عندي 5 كومبلكسز. ايه ال5 كومبلكسز دول؟ ادي عندي كومبلكس رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5. بس هي ديت اساميهم، بس هي ديت مش اساميهم، هي ديت ارقامهم. يعني ده اسمه كومبلكس رقم 1، وده كومبلكس رقم 2، وده 3، وده 4، وده 5. لهم اسامي؟ اه لهم اسامي، ممكن تعرفهم، يا ريت تعرفهم عشان لو جيت لك في الام سي كيو. اللي هو الكومبلكس رقم 1 دوت اسمه ناد اتش دي هيدروجينيز، ناد اتش دي هيدروجينيز. رقم كومبلكس رقم 2 اسمه ساكسينات دي هيدروجينيز. كومبلكس رقم 3 اسمه سيتوكروم بي اند سي 1. كومبلكس رقم 4 اسمه سيتوكروم اي اند اي 3. كومبلكس رقم 5 اسمه اي تي بي سينسيز. يبقى تاني انا عندي كومبلكس، ايه الكومبلكس ده؟ اللي هي المواقف، اكتب لي الموقف اللي احنا العربيات هتتنقل منه. يبقى ده الموقف، عندي كم موقف؟ عندي 5، اساميهم عندي كومبلكس رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، ده ارقامهم، اساميهم ناد اتش دي هيدروجينيز، ساكسينات دي هيدروجينيز، سيتوكروم بي اند سي 1، عندنا هنا ليه سيتوكروم اي اند اي 3، وعندنا الاي تي بي سينسيز. تمام، ديت الموقف. فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا العربيات. ايه العربيات دهيت؟ اول واحد اللي هو الناد، تمام، اللي هو الناد. هنا في عربيه اهوت هتوصلني للكومبلكس 1. اول عربيه اسمها ايه؟ اسمها الناد. تاني عربيه اسمها فلافو بروتين، بعدها اللي هي كو انزيم كيو، بعدها الايرن سلفر بروتين، وعندنا السيتوكرومز اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله اللي هي سيتوكرومز بي وسي 1 واي واي 3. نبدا واحده واحده. عندي اللي هو الناد كو انزيمز، احنا بنتكلم في هنا يا شباب في الموبايل كاريرز، بنتكلم في العربيات، هنا العربيات وهنا الموقف. الموبايل كاريرز احنا يا شباب ما بنحكيش ايه اللي حصل، احنا بعرفك على الاستراكشر اللي احنا هنحكيها ان شاء الله المحاضره الجايه. احنا هنعرف المحاضره الجايه بقى واحده واحده كده ازاي اتنقلت الالكترون، وازاي حصل اتنقل البروتون، وازاي حصل الكلام ده كله. النهارده انا بعرفك بس على اسامي الاستراكشر، ايه هي الكومبلكسز اللي عندنا، وايه هي الموبايل كاريرز اللي عندنا. يبقى احنا قلنا ايه الكومبلكسز؟ قلنا الكومبلكسز عندنا الكومبلكس رقم 1 و2 و3 و4 و5، اسموهم من الاتش دي هيدروجينيز، ساكسينات دي هيدروجينيز، سيتوكروم بي وسي 1، سيتوكروم اي واي 3، وعندنا اخر واحد اللي هو الاي تي بي سينسيز. تمام، بعد كده هنخش على الكاريرز، الكاريرز اللي هي العربيات. قبل ما ندخل على العربيات انا عايز اشرح حته هي ممكن تكون ناس كتيرة فيكم عارفها، بس هي وقفت قدام ناس كتير في الموديولات اللي فاتت، وكان للاسف بيجيلهم في الام سي كيو وكانوا بيتلخبطوا فيها. فاحنا هنشرحها، ايه الفرق ما بين البروتون والالكترون. البروتون والالكترون احنا عندنا الهيدروجين ديت ذره هيدروجين، تمام، فيها جواها هنا اهوت فيها شحنه موجبه وفيها شحنه سالبه، ديت اسمها ايه؟ اسمها ذره هيدروجين. يعني ايه ذره هيدروجين؟ يعني هيدروجين اتوم. تمام، تمام. طيب يعني ديت ممكن اقول عليها الكترون؟ اه ما هي فيها الكترون اهي. يبقى ديت لو لما انا اقول لك ده انا بنقل الكترون، معناها ان انا بنقل ايه؟ بنقول بنقل هيدروجين اتوم. لما انا بقول لك ان انا بنقل هيدروجين اتوم، معناها ان انا بنقل الكترون، هي هي نفس المعنى. ما تجيش بعد كده وانا بقول ان هنقل يا شباب هيدروجين اتوم تقول لي طب وبالنسبه للالكترون؟ يا شباب ما هي 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 هيدروجين اتوم، يعني معناها ان انا بقول لك ان هنقل الكترون، لان الهيدروجين اتوم جواها الكترون. طيب عندنا الهيدروجين ايون،
هيدروجين ايون، دي ما فيهاش الكترون، دي بروتون بس، عشان كده هنسميها ايه؟ هيدروجين ايون او بروتون. فلما اجي اقول لك ان بنقل البروتون تقول ليش يعني ايه بروتون؟ بروتون يعني ما فيش الكترون، او معناها برضه اللي هي الهيدروجين ايون. يعني لما اجي اقول لك الهيدروجين ايون فهي معناها البروتون، فهي معناها الهيدروجين اتوم من غير الكترون. تمام يا شباب، لازم تبقى عارف الجزء دوت وتبقى فاهمه عن ظهر القلب عشان نستخدمه كتير في المحاضره ديت والمحاضره الجايه. بس لو انت مش فاهمها هتبقى صعب عليك جدا، وهتبقى في الام سي كيو بيلعب في الحته دي كتير قوي، اللي هي يقول لك الهيدروجين اتوم، يقول لك الهيدروجين ايون، يقول لك الالكترون، يقول لك البروتون. فانت هنا انا عايزك ترسم لي رسمه زي دي كده، تكتب لي الهيدروجين اتوم وتكتب لي تحتها هنا اهو بتساوي الكترون، وهنا الهيدروجين ايون واكتب لي جنبها بتساوي بروتون، وهنا ما فيش، هنا في الكترون وهنا ما فيش الكترون. بس ده انا عايزك تعرفه. تمام، هي حاجه ممكن يكون ناس كتير فيكم عارفينها. بعد كده نبدا يا شباب، عندنا هنا الناد اتش، عندنا الناد كونزيمز. الناد كونزيمز احنا عندنا هنبدا ان شاء الله بالناد. طيب هنحكي، هنعرف الاسامي النهارده، والمحاضره الجايه ان شاء الله هنشرح هنكملهم وهنشرحهم باذن الله ونشرح ايه اللي حصل. فانا عايزك تعرف لي النهارده ان شاء الله اللي انا عندي ناد كونزيمز اسامي بس، والمحاضره الجايه هنشرح كل واحده فيهم بالتفصيل. انا عندي ناد كو انزيمز، عندي فلافو بروتين، عندي كو انزيم كيو، وعندي الايرن سلفر بروتين، وعندي السيتوكرومز. تمام تمام. طيب بعد كده عندنا في مركب في السيتوكرومز دهيت، في نوع منه اسمه سيتوكروم بي 450، هو ملهوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه النهارده، هو بس هو موجود اللي هو حاجه من السيتوكرومز بس ملهاش علاقه بالالكترون ترانسبورت شين، فاحنا هناخدها ان شاء الله النهارده. لكن انا عايزك تعرفه لي في الموبايل كاريرز اللي هم اللي احنا قلناهم دهمت، اللي هم اسامي الخمس مركبات دهم، والمحاضره الجايه ان شاء الله هنشرحهم بالتفصيل واحده واحده وهنعرف ايه اللي حصل. يبقى دلوقتي انا عندك الناد كو انزيمز في لافو بروتين اللي هي الفات والاف ام ان، والكو انزيمز كيو ايرن سلفر بروتين والسيتوكرومز. السيتوكرومز دهيت فهي بتتسمى باسامي الحروف، سيتوكروم ايه، سيتوكروم بي، سيتوكروم سي، بنسميها كده باختلاف ريدوكس بوتنشال. هنعرف ان شاء الله زي ما احنا قلنا المحاضره الجايه ان شاء الله هنشرحهم بالتفصيل. عايزك بس تعرف لي اللي انا عندي حاجه اسمها سيتوكرومز. السيتوكرومز دي بتستخدم في عمليه الالكترون ترانسبورت شين، والسيتوكرومز دي بتاخد حروف ابجديه A و B و C. بعد كده في عندنا السيتوكروم بي 450، قلنا ملهوش علاقه بالالكترون ترانسبورت شين، ولكن عشان كده هنشرحه النهارده. هو مركب اسمه سيتوكرومز بس ملهوش علاقه بالالكترون ترانسبورت شين. طيب ناخد بقى يعني ايه السيتوكروم بي 450 دوت. سيتوكروم بي 450 تعرفه هو بيستخدم في عمليه الهيدروكسيليز انزيمز، عمليه اللي هو يفك الهيدروكسيل جروب، يعني يفك الاو اتش من المركبات. يبقى هي ودي وظيفته ايه؟ وظيفه السيتوكروم بي 450 اللي هو هيدروكسيليز انزيمز. يبقى هيدروكسيليز انزيمز اللوكيشن بتاعته موجود في مكان، في اماكن كثيره، اشهرهم الليفر، واكثر مكان موجود فيه السيتوكروم بي 450 هو الليفر. ممكن يبقى موجود في اللنج، ممكن موجود في الكدني، ممكن موجود في الجد، في الجت، ممكن موجود في الهارت، ممكن موجود في البرين، ولكن وفي الادرينال كورتكس برضه، لكن اشهر مكان هو موجود فين؟ هو موجود في الليفر. طيب انواع السيتوكروم بي 450 والله هو موجود فين جوه الليفر؟ موجود في الميتوكوندريا ولا موجود في السيتوبلازم؟ لو موجود في الميتوكوندريا ده هنسميها ميتوكوندريال سيتوكروم بي 450، ولو موجود في السيتوبلازم هيبقى اسمه مايكروزومال بي سيتوكروم بي 450. طيب ايه الفايده ده وايه فايده ده؟ الميتوكوندريا دهوت بيعمل لي ان اكتيفيت الاكسجين مولكيول، بيعمل لي ان اكتيفيشن للاكسجين مولكيول. طيب والميكروزومال، الميكروزومال ده هو بيعمل ايه؟ ده موجود في حته مكان في الليفر اسمه اندوبلازميك ريتيكولم. اندوبلازميك ريتيكولم دي الشبكه بتعمل اللي هي بتدافع عن الاجسام الغريبه اللي موجوده في قلب اللي بتخش على الليفر. ان حضرتك لما بتاكل طبعا الاكل بيبقى فيه مواد ضاره، المواد الضاره هي بتخش على البلاط ومن البلاط بتروح على الليفر، الليفر بيروح بيقعد ينظف الدم من هناك، والحاجات الوحشه بيوديها اندوبلازميك ريتيكولم عشان تتكسر. الحاجات الوحشه او الاجسام الغريبه ديت اسمها ايه؟ اسمها زينو بايوتكس. طيب الليفر بيعمل فيها ايه؟ بيكسرها ازاي؟ عن طريق الهيدروكسيليزس. بيكسرها فين؟ بيكسرها في الاندوبلازميك ريتيكولم. يبقى دلوقتي عايزك تعرف ايه التايبز بتاع السيتوكروم 450، ميتوكوندريال ومايكروزومال. الميكروزومال دهوت بيبقى موجود فين؟ في الاندوبلازميك ريتيكولم، والميتوكوندريا بيبقى موجود جوه الميتوكوندريا، بيعمل لي انكتيفيشن الاكسجين مولكيول. بس كده الاستراكشر بتاعته، الاستراكشر اول حاجه هو اسمه ليه سيتوكروم 450؟ حد سال نفسه هو ليه اسمه سيتوكروم بي 450؟ اشمعنى بي 450؟ والله بي 450 دهيت البي ده هي اختصار البيك، يعني ايه؟
دلوقتي انا عندي مركبات، عايز اشوف المركبات دي، فبسقط عليها ضوء. الضوء ده هو بين جهاز اسمه سبكترو فوتو ميتر. سبكترو فوتو ميتر، سبكترو يعني طيف، وفوتو يعني ضوء او الوان، وميتر يعني جهاز، يعني الجهاز اللي بيسقط لي الالوان او بيسقط لي الضوء على المركب. تمام، يبقى انا عندي مركب، انا مش عارف ايه المركب دوت، حطيته واسقطت عليه ضوء، لقيته اللي هو حصل ابسوربشن او اكتسب الضوء عند 450 نانومتر. لما اكتسب الضوء عند 450 نانومتر بقى اسمه سيتوكروم ب 450. يبقى دلوقتي سيتوكروم ب 450 ليه اسمه سيتوكروم ب 450؟ اسمه سيتوكروم ب 450 عشان الابسوربشن بيك بتاعته امتص الضوء عند 450 نانومتر لما اسقطت عليه الضوء بجهاز اسمه سبكترو فوتو ميتر. طيب ده عرفنا ليه هو اسمه سيتوكروم ب 450. بعد كده هو التركيب بتاعه بيبقى بيتركب من ايه؟ بيتركب من هيمو بروتينز، تركيبه بالظبط زي الهيموجلوبين. وده كنا خدناه في شابتر او مجهول البلاد، قلنا ان الهيمو بروتينز ده هو في منها انواع كتيره، منها الهيموجلوبين ومنها السيتوكرومز. هنا شرحنا في البلاد الهيموجلوبين، وهنا هنشرح السيتوكروم، منهم اللي هي السيتوكروم بي 450. يبقى السيتوكروم بي 450 هيمو بروتين. يعني ايه هيمو بروتين؟ يعني جواه هيم رينج، جواه حلقه هيم. اخر حاجه اللي هو جواه ناد بي اتش. في فرق ما بين الناد اتش اللي احنا بنستخدمها في الالكترون ترانسبورتيشن، وفي فرق ما بين الناد بي اتش اللي بتدخل في تركيب سيتوكروم بي 450. يبقى سيتوكروم بي 450 ده بيتركب من ايه؟ سيتوكروم بي 450 بيتركب من اول حاجه هيموجلوبين او هيموبروتين، ثاني حاجه اللي هو ناد بي اتش. طيب هو اسمه ليه سيتوكروم بي 450؟ عشان الابسوربشن بيك بتاعته لما اسقطنا عليه الضوء بجهاز اسمه سبكترو فوتوميتر ده نتج لي او امتص الضوء عن 450 نانو متر. يعني يا شباب احنا خلصنا السيتوكروم بي 450. يعني ايه السيتوكروم بي 450؟ دي مجموعه من الانزيمات بتستخدم في الهيدروكسيليز. اللوكيشن دي موجوده فين؟ موجوده في كذا مكان، اهمهم هو الليفر، بس ممكن تقول اي مكان في الجسم هيطلع صح، بس اشهر مكان هو الليفر. الطيب يا اما ميتوكوندريا يا اما مايكروزومال. الاستراكشر زي الهيموجلوبين بالظبط، عشان هو جاي من حاجه اسمها الهيموبروتين. ليه؟ عشان موجود فيه هيم رينج. تاني حاجه اللي هو موجود فيه ناد بي اتش. اخر حاجه اللي هو الابسوربشن بيك بتاعته عند 450 نانومتر لما سقط عليه الضوء بواسطه جهاز اسمه سبكترو فوتو ميتر. عندنا كل المركبات دهيت اللي هي الناد كونزيمز، الفلافو بروتين، كونزيم كيو، الايرن سلفر بروتين، السيتوكرومز، كلهم بروتينات ما عدا الكونزيم كيو. كونزيم كيو دهوت مش بروتين زي ما هنعرف المحاضره الجايه ان شاء الله. بعد كده عندنا اخر حاجه فانكشنز اوف ميتوكوندريا. فانكشن اوف ميتوكوندريا دهيت عندنا زي ما انت عرفت دلوقتي اللي انا عندي الميتوكوندريا بتتكون من ممبرين، اوتر ممبرين وانر ممبرين والماتريكس. الاوتر ممبرين وظيفته اللي هو بيحمي لي الميتوكوندريا. الانر ممبرين ليه وظائف طبعا، ومش انا اللي هقول وظائف، انت حضرتك المفروض دلوقتي اللي تقول لي وظيفه، على الاقل وظيفه للانر ميتوكوندريا ممبرين اللي هو بيتم فيه ايه؟ بيتم فيه ريسبيراتوري تشين. طيب والريسبيراتوري تشين دوت بستفاد بايه؟ هو بينتج لي طاقه. يبقى الانر ممبرين دهوت رقم واحد بصنع فيه طاقه عن طريق الريسبيراتوري تشين. يبقى الانر ممبرين اول حاجه فانكشن اوف ميتوكوندريا، الانر ممبرين بيصنع لي طاقه اي تي بي سينسيز، وتاني حاجه اللي هو بيتم فيه عمليه الريسبيراتوري تشين. تالت حاجه اللي انت عندك اي حائط او اي جدار، ما هو الانر ممبرين ده الجدار، لازم يبقى فيه فتحات تعدي حاجات. يبقى هو دلوقتي في فتحات في الانر ممبرين دهوت بتعدي حاجات، بتعدي لي صوديوم، بوتاسيوم، هيدروجين، اي تي بي. بس لازم شرط، لازم كرر، لازم حد يشيلهم يدخلهم من بره لجوه او من جوه لبره. يبقى دلوقتي ايه وظيفه الانر ممبرين؟ الانر ممبرين الوظيفه اول حاجه اللي هي ريسبيراتوري تشين، بيتم فيها عمليه ريسبيراتوري تشين. رقم اثنين اللي هو بيتم فيه عمليه الاي تي بي سينسيز. طيب رقم ثلاثه اللي هو فيه بورز، فيه فتحات، الفتحات دهيت بتعدي لي الهيدروجين، بتعدي لي الصوديوم، بتعدي لي البوتاسيوم، بتعدي لي الاي تي بي، بتعدي لي الاي تي بي بواسطه كارير فقط، مفيش حاجه بتعدي لوحدها، لازم تعدي بكارير. طيب وظيفه الماتريكس، ما احنا قلنا اللي الميتوكوندريا بتتكون من اوتر ممبرين، انر ممبرين، ماتريكس. الاوتر ممبرين ده وظيفته حمايه الميتوكوندريا، الانر ممبرين ده وظيفته اللي هو بيتم فيه ريسبيراتوري تشين، وبيتم فيه الاي تي بي سينسيز، وبيتم فيه اللي هو بيعدل حاجات من بره لجوه من جوه لبره بواسطه الكاريرز. اخر حاجه هنقول عندنا اللي هي الماتريكس، والماتريكس دهيت عشان تحفظ هي بتعمل ايه، فانا عايزك تحفظها كريب احمر ودهن اصفر. كريب احمر ودهن اصفر اكتبها بالعربي جنبها جنب الماتريكس دوت، كريب احمر ودهن اصفر. ايه الكريب دوت؟ اللي هو بيتم في الماتريكس الكريبس سايكل او التراي كربوكسيليك اسيد سايكل. التراي كربوكسيليك اسيد سايكلز او اسمها الاشهر واللي هو الكريبس سايكل بتتم داخل الميتوكوندريا ما عدا السكسينيت هيدروجينيز. تمام، يبقى ده اول جزء من
الجمله بتاعتنا اللي هو كريب احمر ودهن اصفر. الكريب الاحمر ايه؟ الكريب الاحمر دوت الكريب الاحمر الكريب الاول اللي هو الكريب سايكل او الترايك كربوكسيليك سايكل بيتم فيه بيتم في الميتوكوندريا ما عدا خطوه استخزانيه ديهيدروجينيز. طيب كريب احمر ايه الاحمر؟ اللي هي الهيم. عمليه تصنيع الهيم بتتم داخل الميتوكوندريا اول تو ستيبس بس هم اللي بيتموا داخل الميتوكوندريا، بقيه الستيبس بتتكون في سيتوبلازم. ودهن اصفر، الدهن فهو الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد اللي هو الدهن اللي هو الفاتي اسيد بيتم عمليه اوكسيديشن في الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا. اخر حاجه اللي هو دهن اصفر، الاصفر اللي هو اليوريا سايكل، واليوريا بيتم في الميتوكوندريا تصنيعها بيتم في الميتوكوندريا اول برضو تو ستيبس والباقي بيتم في سيتوبلازم. نبقى تاني الفانكشنز اوف الميتوكوندريا، انت بتتكلم على اوتر ممبرين فديت بروتكشنز اوف الميتوكوندريا مالناش دعوه بيها، انر ممبرين فده بيعمل ايه؟ بيعمل اللي هو الريسبيريشن بيتم فيه اي تي بي سينثيز، بيعدي لي شويه حاجات من بره جوه من جوه لبره، بواسطه كاريرز. بعد كده الماتريكس، الماتريكس دهوت كريب احمر ودهن اصفر. كريب احمر كريب يعني ايه؟ كريبس سايكل، احمر عشان بيعمل هيم سينثيز اول خطوتين، دهن اللي هي فاتي اسيد اوكسيديشن، والاصفر اللي هي اليوريا اللي هي الفيرست تو ستيبس اوف يوريا سايكل بيتم فيه الميتوكوندريا في الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا. احنا خلصنا كده يا شباب ان شاء الله الجزء اللي هم من اول الموبايل كارز اللي هم الكام سطر ده هم لحد السيتوكرومز ده، هتقرا بس تعرف لي الاسامي، تعرف اللي فيه عندنا حاجه اسمها نت كونزيمز فلافو بروتين كونزيم كيو ايرن سلفر بروتين سيتوكرومز، بس مش هتعرف اكتر من كده. وبعد كده تخش تعرف سيتوكروم بير 150 لان هو ملوش علاقه بالكلام اللي جاي ولا الكلام اللي فات، هتعرف بس سيتوكروم بير 150 اللي هو جزء من السيتوكرومز، وهكمل شرح عادي هكمل الكلام ده عادي. ان شاء الله المحاضره الجايه هنشرح الكونتنت سبورت شيب من الاول، بس يا ريت تكون قريتها على الاقل مره او مرتين عشان تبقى عارف لما اجي اقول لك ان انا بنقل ايه من الكومبلكس رقم 1 الكومبلكس رقم 2 الكومبلكس رقم 3 الكومبلكس رقم 4 الكومبلكس رقم 5 الناد الفلاب الايرن سيلفر كده، تبقى عارف ايه المركبات ديت وهي موجوده فين، تبقى عارف اساميها حتى عشان تبقى مركز معايا. احنا خدنا النهارده ايه؟ خدنا شابتر 1 اللي هو البايو انرجيتكس، وعرفنا ايه الفرق بين البايو انرجيتكس والانرجي، اتكلمنا على التايبز اوف انرجي برودكشنز انسايد ذا بادي، وقلنا ان انا عندي هيت انرجي وفري انرجي، وقلنا عندنا دلتا جي تغير في الفري انرجي بشرط ثبات التمبريتشرز والبريشرز، وقلنا الفري انرجي او الفري انرجي تشينجز اللي هي دلتا جي اللي هي قلنا جيبس دلتا جيبس او على اسم العالم يعني، وقلنا في عندنا نيجاتيف وبوزيتيف وزيرو. بعد كده عندنا الستورج اوف انرجي بتبقى في كيميكال بوند، وفي عندنا الهاي انرجي بوند، وفي عندنا اتكلمنا عن الادونيزين تريفوسفيت، قلنا الديفينيشن بتاعته والسوشيال فانكشنز، وقلنا في عندنا ثلاث طرق للفانكشنز او قلنا بنستخدمه في ثلاث حاجات، اول حاجه السورس اوف انرجي، وقلنا ديت اللي هي الانابوليك رياكشنز والنيرف كوندكشنز والاكتيف ابسوربشنز اوف كربوهيدرات وامينو اسيدز والمسل كونتراكشن اللي احنا كنا بنقول عشان اكبر وافكر واكل واتحرك. بعد كده بتنقل لي الفوسفات للمركبات الثانيه وبتعمل فورميشن سايكل كونزيوم الفوسفات. بعد كده في عندنا الاي تي بي والاي تي بي والاي تي بي سايكل، عايز اجمع طاقه اجيبها منين؟ اجيبها من اي تفاعلات بتتم في الجسم بتنتج طاقه زي الجلوكوز زي الستريك اسيد سايكل وزي الكرياتين فوسفوكينيز، او عن طريق الالكترون ترانسبورت تشين اللي هنكملها المحاضره الجايه ان شاء الله. قلنا الاوكسيديشن ريدكشن، عرفنا الاوكسيديشن عرفنا الريدكشن، وقلنا الانزيمات اللي بتستخدم في عمليه الاوكسيديشن ريدكشن، وقلنا الفرق بين الاوكسيديز والاوكسجينيز والديهيدروجينيز، وقلنا الاوكسيديز دوت ده بيفك الهيدروجين وبيربطها باكسجين، الاوكسجينيز دي بيربط الاكسجين بمركب ثاني، الديهيدروجينيز دي بيفك الهيدروجين وما بيربطهوش باي مركب ثاني. اللي قلنا الهيدروبوكسيديز والسوبر اوكسيدز ديت مركبات او انزيمات بتخلص الجسم من المركبات الضاره. قال كده عندنا الريدوكس بوتنشال، وقلنا اللي هو عمليه الاختزال وعمليه الاكسده متلازمين مع بعض، لازم يحصلوا مع بعض، ولو حصلوا مع بعض بينتج طاقه عاليه جدا، عشان كده جسمنا بيعمله بس بصوره جدول السيبس. بعد كده قلنا يعني ايه الريدوكس بوتنشال؟ الريدوكس بوتنشال اللي هي القابليه لقبول المركب لقبول الالكترون، وقلنا اعلى المركب الالكترون بتنقل من الاقل قابليه الى الاعلى قابليه، من اقل قابليه اللي هو الهيدروجين ومن الاعلى قابليه اللي هو الاكسجين. قلنا يعني ايه الالكترون ترانسبورت تشين؟ ديت عمليه نقل الالكترون من الهيدروجين الى الاكسجين عشان ينتج له طاقه، وده بيتم في جرادوال ستيبس. ليه اسمها ريسبيراتوري تشين؟ اسمها ريسبيراتوري تشين عشان اخر حاجه هتقبل الالكترون فهي اسمها الاكسجين. السايت بتبقى في الانر ميتوكوندريال ميمبرين توورد ذا ماتريكس، الكومبوننت في الالكترون ترانسبورت تشين
بتتكون من ايه؟ هنا بتتكون من 5 كومبلكسز اللي هي الموقف، وبتتكون من موبايل كاريرز اللي هي العربيات. اتكلمنا على كومبلكس، وقلنا عندنا كومبلكس 1 و2 و3 و4 و5، وقلنا قسموهم نات اتش دي هيدروجينيز، ساكسينات دي هيدروجينيز، سايتوكروم بي وسي 1، سايتوكروم اي واي 3، والاي تي بي سينسيس. قلنا موبايل كاريرز هنكملهم ان شاء الله المحاضره الجايه مع شرح الخطوات كلها. فانا عايزك تبقى عارف لي اللي هي عندنا نات كوانزيمز وفلافو بروتين سايتوكروم والكوانزيم كيو والايرن سيلفر بروتين والسايتوكرومز. عندنا السيتوكروم بي 450 والسيتوكروم بي 450 ديت قلنا ملهاش علاقه بالالكترون ترانسبورتيشن، ولكنها هي واحده من السيتوكرومز. عشان كده هو مشروح هنا سيتوكروم بي 450 ده مجموعه انزيمات بتستخدم اللي هي بتعمل لي هيدروكسيليزس، يعني بتعمل لي بتشيل مجموعه الهيدروكسيل جروب. اللوكيشن بتبقى موجوده فين؟ في معظم الجسم، غالبا بتبقى موجوده في الليفر. التايبز بتاعته بتبقى موجوده على حسب هي موجوده فين، في الميتوكوندريا ولا في الميكروزومال. الاستراكشر بتاعته موجود فيها الهيمو بروتين، وموجود فيها النات بي اتش، وليه اسمها سيتوكروم بي 450؟ البي اللي هي البيك بتاعتها لما اسقطت عليها الضوء امتصت 450 نانو متر من الضوء عن طريق الجهاز اللي هو سبكترو فوتو ميتر. كل المركبات اللي اتكلمنا عليها اللي هي الناد والفلافو بروتينز والسيتوكرومز كلهم اتكلمنا عليهم كانوا بروتين، ما عدا الكوانزيم كيو ده مش بروتين. فانكشن اوف ميتوكوندريا قلنا عندنا الميتوكوندريا بتتكون من اوتر ممبرين انر ممبرين ماتريكس. قلنا الانر ممبرين ده هو بيتم فيه عمليه الريسبيراتوري تشين، عمليه تصنيع الاي تي بي، واخر حاجه اللي هو بيعدي مركبات زي الصوديوم والبوتاسيوم والهيدروجين والاي تي بي والادينوزين ديوكسيد بشرط اللي هو يكون فيه كاريرز. الماتريكس قلنا كريب احمر ودهن اصفر، كريب اللي هو كريب سايكل بيتم فيها معنى سكسينيه هيدروجينيز، احمر اللي هي الهيم سينسيز اول خطوتين فيه، ودهن اللي هو الفاتي اسيدز بيتم عمليه الاكسجيشن بتاع الفاتي اسيد بيتم في جوه الماتريكس وبتاعه الميتوكوندريا، واخر حاجه هو دهن اصفر اللي هي اليوريا. يا ريت تكتبها هنا عشان تحفظها اللي هي كريب احمر ودهن اصفر. احنا خلصنا يا شباب، واتمنى لكم التوفيق دايما.